الأسبوع الرابع للأدلت هب، وطبعا باسم وباسم الجمعية وباسم البورد أخونا المرحوم عبد القادر أبو طالب، الله يرحمه إن شاء الله. الله يرحمه ويبارك الله يرحمه، ربنا يرحمه ويرحم كل رحمة الله. موتانا، خصوصا موتى جمعية جراحة العظام. الله يرحمه. دكتور هشام، طبعا اليوم معنا 3 محاضرات، الدكتور هشام بيبداها على أساس برايمري توتال هيب ريبليسمنت التكنيك، وبعدين يكون سعيد بامشموس على أساس بيري بروستيتك فراكشر، وبعدين بيكون معي محاضرة حول الكومبلكس برايم. الله يا رب. تفضل دكتور هشام. دكتور هشام تسمعنا؟ أشرح لك أن المعرفة أوكي. دكتور هشام، أبي نعمل لك أنمت. الو، ايوه دكتور، تمام، أنا أسمعك الآن. تمام، خلاص اوكي نقدر نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله. يا الله بسم الله. يا الله، أسعد الله مساءكم، وسامحوا على التأخير، ولا التقنيات ما نفهم بهاش كثير. primary techniques anatomy of the hip. I think previous operation talking about it will pass. Now we will start with the key importance. Investigation have proceed along multiple including improvement in durability of implantation, reduction in the wear of articulation surface, technical modification in the operation to speed rehabilitation and reduce implant positioning error. فأهمية التكنيك، كل ما تعلمناه أكثر كل ما كان الفوائد اللي اتكلمنا improvement at durability of longevity of والتكنيكال موديفيكيشن بالاوبريشن عشان ريديوس المال بوزيشن اللي يحصل معانا اثناء العمليات. ماني ديفرنت تكنيك هاف ايفولفد تو امبروف سيمنتد فيمورال فيكسيشن انكلودنج. فاحنا ما عارفين، وهذا بنتكلم عليه لاحقا، عندنا معانا النوعين لو سيمنتد وسيمنتد. هنتكلم طبعا الكلام هذا كله بالنسبه لهم عارفينه. Injection of low viscosity cement, occlusion of medullary canal, pressurization of the cement, centralization of the stem. كل هذا كان الآن التحكم في الفور cement technique. Similar technique have been less successful in improving the result of acetabular fixation. وعاملين دراسات كثيره في الاستمرار فيكسيشن ايهما افضل، وهذا كل سنه ومدرسه تطلع اذا كان الفيكسيشن ويز سيمنتد افضل ولا البريس فيت افضل. غالبا السيم فراكشن في الالدرلي ايج طبعا has been largely eliminated the routine use of super alloy in the fabrication. طيب التكنيكال امبورتنس برضه از تكنولوجيكال ادفانسز اوف ذا لونجيفيتي اوف امبلانت فيكسيشن. بروبلم ريليتد تو ذا وير اوف ارتكوليشن سيرفيس هاف لين هاف ديمونستريت ريديوس وير اند هاف ناو لارجلي ريبليس كونفشنال الترا هاي مولكيولار ويت بوليثيلين. اللي قارئين في البيزك الان بيفهموا الكلام هذا، انه الان مع كروس لينكد اللي هو المور ادفانسد على الالترا هاي مولكيولار ويت اللي كان قبل، وسيراميك اون سيراميك ارتكن هاف بين يوزد بيكوز اوف ذير لو كوفيشنت اوف فريكشن اند سوبيريور فيترو كاركترستيك. ذيس هاف اولسو بين سول هيستوري اوف هيب ريبليسمنت ويل باسيت
طبعا كيف بدأ الأرثور براسي في بداية في يعني القرن الـ18، وبدأوا بالبيولوجيكال، بيولوجيكال عاملين فيها شولات جرافت مثلا، وبعدين كل عالم قاعد طور بأشياء معينة، اللي عمل الموديل الأرثروبلاسي والإنتربوزيشن لايال والسيريول، كانت محاولات بدائية للمحاولة للوصول للنتائج النهائية اللي احنا فيها الآن. طبعا السير جون شارلي هذا قد يعني اوف ارثروبلاستي، كان اول من بدا التوتال هيب بالتكنيك اللي الان تقريبا ماشيين على الناس. هذا توفى بعهد قريب، يمكن بعض الاساتذه يمكن يعني يمكن يكونوا حضروا له او لحقوه 1982. بلايكنيك او الباسيت. طيب ستريس بيرز تو ذا بون، importance of quality of the bone، وهذا مهم في اختيارنا للابروتش اللي بنعمل به العمليه وبنتقرب به للمريض. ايش انواع الارثروبلاستي اللي ممكن نستخدمه؟ كان في ابروبريت امبلانت، اوبتيمال ميثود اوف سبورتس اوف بون تو امبلانت، التيميت سكسس تو ارثروبلاستي. واشهر واحد كان راديوجرافيك كاركترايزين باي دور ايتال، مجموعه دور عملوا تقسيمه للبروكسيمال فيمر وقسموها بين A و B و C، وكل واحد له مواصفات معينة. فتايب A له thick cortex and canal dimension large posterior cortex lateral view بنشوفه و شمبانجي float appearance main and younger patient و good fixation in both cemented and uncemented. يعني هذا تقريبا المور كونفنشنال او الطبيعي عند الناس كلهم. وبعد كذا عندنا التغيرات التاليه اللي هو سم بون لوس في تايب بي وشيب از مينتيند، امبلانت فيكسيشن از نوت ا بروبلم سيل في تايب 2 او تايب بي، ما فيش اي مشاكل كثيره. في تايب سي ماتش اوف ذا كورتكس لوس فروم ميديال اند بوستيريور كورتكس، يعني الكلكار حقنا تقريبا يكون ضعيف كثير، والبوستيريور كورتكس اي ام كانال از وايد ثين كورتكس طبعا less favorable for implant fixation. وهذا الاشكال بالمقارنه بالاكس راي. ستريس ترانسفيرس از ديزايربل less modulus of elasticity more elastic less diameter more stress transfers to the bone. هو يعتمد على التقسيمه هذه انه كيف ينقل الستريس من الاعلى للاسفل فيقلل معنا يسموه الشيلدينج. الشيلدينج هذا يحصل وير للبون وللكورتكس، فيصير اللوزنينج مع الوقت وتحتاج انك تعمل ريفيجن للستيم. بروكسيمال ميديال كورتكس موست بون لوس، كولر بريفنت بون لوس، وسيمنت ليس امبلانت ار مور فيسيولوجيكال. indication for total hip replacement، وهذا متعددة وكثيرة، وأغلب الأطباء المفروض أنهم مطلعين على الموضوع هذا المتدربين أو غيرهم. فمن أول يعني الأشهرهم عندنا هو البوست تروماتيك أوستيوأرثرايتس والإلدرلي أوستيوأرثرايتس. أرثرايتس بشكل عام اللي هي الروماتويد والإنكلوزنج سبوندرايتس اللي هي الروماتويد والأوتوميون ديزيز، الفاسكولار نيكروزيس في الناس اللي يستخدموا الستيرويد، او السيكل سيل هم عندنا كثير مشهورين، وديجنريتيف جون ديزيز وهذا اشهر حاجه عندنا في الالدرلي ايج، والبوست تروماتيك اللي هو اذا برايمري يقال سليب كابيتال فيمورال ابيفيزز او دي دي اتش، كوكسابلانا ليج كاف بيرسز ديزيز، باجز ديزيز، تروماتيك اللي هو فراكشر ديسلوكيشن وهيموفيليا. أربعة في مورال نيك فراكشر اند تروكانتريك فراكشر ويز هيد انفولفمنت، بايوجينيك ارثرايتس اور اوستيومايلايتس، اوستيونيكروسيس، وهنا هذا اسبابه متعدده من هنا اللي قلنا ايديوباثيك سليب كابيتال وهيموجلوبينوباثي، رينال ديزيز، ثيرويد اندوز الكوهوليزم، كايتون ديزيز هذا اللي هو الغواصين، واللوبس والوشر ديزيز. tuberculosis, congenital subluxation or dislocation, or failed reconstruction following osteotomy,
كاب ارثروبلاستي فيمورال هيد بروسيس. كاب ارثروبلاستي يعني هذا اللون ميتال ارثروبلاستي، تقريبا مش موجود الا باوروبا، وما اعرف انه عندهم الان يستخدموه او لا. هو جلد الستون بروسيدور هيب فيوجن اند سيرو ارثروزس توتال هيب ريبليسمنت ريسيرفيسنج ارثروبلاستينج بوني تيومر انفولفينج بروكسيمال فيمر اور استابولا وهيريديتري ديس اوردر توتال هيب كومبوننت اند ديزاين. وبرضه هذا كان في البيزك في المحاضرة السابقة. فاحنا معنا الفيمورال كومبوننت والاستابولار كومبوننت. فيمورال كومبوننت هيد نيك اند ستيم، والاستابولار كومبوننت مع اذا سيمنتد اور ان سيمنتد وذ سكروهات وذ سكرو سبورتس. goal of total hip arthroplasty biomechanically sound stable hip joint by restoration. هذا by definition انه biomechanically sound stable hip joint by restoration of normal center of rotation of femoral hip. The location of center of rotation of femoral head is determined by three offset: vertical offset, horizontal offset, anterior offset. انتيريور اوفست هو اكثر حاجه يمكن منتبهين او نعرفها اللي هي الانتي فيرجن. بالنسبه للفيرتيكال اوفست مثل ما هو موضح بالرسم، ما بين السنتر الاكستنشن اوف شافت اكسس او ستيم اكسس مع السنتر اوف روتيشن، والهوريزونتال اوفست اللي هو اللينث، يعتبر اللي هو اللينث النك. What will happen if there is an adequate restoration of medial offset؟ هذا أسئلة هذا. What will happen if there is an adequate restoration of vertical offset؟ هذا أسئلة مشهورة كثير خصوصا بالأوسكينج، إنه إيش اللي يحصل معك إذا عفوا إذا حصل adequate restoration of medial offset or vertical offset. إيش ايش صوت ضايع؟ لا لا تكلم كويس. طيب كويس، شيل الشاشة بس. الان طيب restoration is simply corrected by making an adjustment but limb length increases. كل ما كان الميديال كل ما كان السنتر اوف روتيشن مور ميديال كل ما كان احنا هنا احنا طولنا طول ال ستيم نيك او الفيمورال نيك، فبالتالي زيد طول اللينث، وهذا ظهر بالتمبليتنج ان شاء الله يعني لا اوضح لكم الفكره. هنا femoral component needs to increase neck stem attached at more medial position on stem. طيب الفيرشن normal femoral head version is 10 الى 15 degree antiversion، وهذا واحنا في وقت الشغل نحاول بقدر المستطاع ان احنا نستعيد الناشورال انتفيرجن او femoral neck. والفيمورال انتفيرجن يعني هو عمليات اكثر حاجه ممكن تركز على الليزر انتر دايلر اللي هو الموس ايدر الانتر دايلر في اراوند ذا اكسس يوجوالي اكومبليتنج بوت اون الكنال ان بريس stability والرينج اوف موشن. كل ما كان الهيد اكبر كل ما كان الرينج اوف موشن اكثر. احنا دائما نختار الرقم الاكبر، يعني كل ما اذا خيرنا ما بين الرقم اللي قدامنا او رقم اكبر نختار الاكبر، منها عشان الاستابيليتي ومنها عشان الرينج اوف موشن. تايب اوف فيمورال كومبوننت قلنا عليها سيمنتد سيمنتلس وكاستم ميد. كاستم ميد يعني حالات الانكولوجي وحالات الهايلي تروماتيك بيشنت.
يعني حتى انه ممكن يعني في يعني في سنتر يعني اللي يشتغلوا كل شغلهم في الريبليسمنت ممكن يعوضوا لاحد اني يعني يعوض لك من الفيمر اذا الواحد قال ايش؟ صح. لو شو يضيع عليك الداتا لو قطعته؟ سيمنتد ستيم موست ديزاينر فابر كابل كروم الوي، وهذا يعني في البايوميكانيك مكونات الستيم، فالاشهر والمعروف هنا اللون الكوبالت كروم، وبولي ميتيك ريليت از ذا ستاندرد فور كومبوننت فيكسيشن بيوز ديبوندينج ميكانيكال بون لوس وذ فراجمنت سيمنت. يعني الحاجات اللي نعمل حسابها ممكن تحصل معانا مع سيمنت ستيم. هنا انواع فيت يعمل لنا اني جروث او ان جروث على حسب البورس على هيدروكسابيتيت اكثر من قطعه، هو مكون من قطع عشان يغطي لنا الطول كامل، يعوض النقص البوني ديفكت والشولدر والستيم وال اسمه هذا الكالكار اللي هو غالبا يكون له الحالات سواء في الكولوجيا او في التروما. لاستبر كومبوننت اذا سيمنتد اور سيمنتلس كونسترين تايب سبيشاليزد كاستم ميد سيمنتد وسيمنتلس اللي هو البريست فيت والكونسترين تايب، يعني في حالات اللي يكون الانستابيليتي مش مقبوله، مثلا في الهايبر لاكس بيشن، في الناس الكبار السن للعضلات ما عادش مش شغاله، فانت مهما حاولت تعمل غالبا الاخطاء تجي في البوزيشن نفسه، لكن اذا حاولت وكانت الامور بالنسبه لك البوزيشن ايديا والامور والكونستير تايب من ابسط حاجه اللي هو عن زياده البستوري او السكيرت، في اشكال كثيره بحيث انك تتغلق على العرض. سيمنتد استبلر كومبوننت بولي ميثال ميثكلوريت سيسر 3 ملي ار انكوربوريتد انتو بلومرايزد سيمنت يلدينج انتربتد سيمنت منتل ست elderly low demand patient tumor reconstructed and revision arthroplasty. فاحنا السمنتد في اغلب الاحيان الان حاليا نستخدمه في الحالات اللي هنا كذا، ليش؟ عشان الاوستيوبوسيس اللي عنده ما يكونش صعب، يعني في الالدرلي بيشنت صعب كثافه العظم، ما طيب وفي اليوم وفي الريفيجن. سيمنتلس استبار كومبوننت بوس كوتر استبار كومبوننت فور جروث استبار سكرو، انما الاصل هو البريسفيت، يعني دائما السكرو سبورتيف، ما مش يعني ما يعني ما يفضلش ان احنا نعتمد على التثبيت بالسكرو السلف، يعني لازم يكون حقنا الريمينج كويس على قدر على قدر الاستمرار على قدر السايز اللي بنحطه بحيث انه يثبت من غير ما يكون في سكرو، السكرو هذا سبورتيف. والكونسترينت تقريبا ذكرنا قبل شويه اللي هو الميكانيزم تو لوك ذا بروسيزز فومورال هيد انتو ذا بوليإيثيلين لينير انديكيشن انسفيشنت سوفت تيشو والديفيشنت هيب ابدكتورز ونيرو ماسكولار ديس اوردر والهيب وذ ريكرنت ديسلوكيشن ديسبايت ويل بوزيشن امبلانت. هذا كونسترينت، اشكال الاسكنريت كونسترينت. الترناتيف بيرنج هايلي كروس لينكد بوليثيلين ميتال اون ميتال بيرنج، طيب والسيراميك اون سيراميك بيرنج. الميتال مش هنحاول نتكلم عنه لانه ما غنعملوش هذا خالص، اللي هو نحن الان انه يعني للفيمورال هيد ويلبسوه وحصل
فيها امراض كثير ما مش مشهور بالعالم الا تقريبا باوروبا. ألف تايم ليس ذان كوبالت كروم ألوي أند بوليثرين، مع اللونجوفيتي أكثر ومشكلة أقل. Embellishment between the thick and rim of the ceramic assembler component. Implant malposition. مش وسكوكينج امر مزعج احيانا يكون مزعج كبير الصوت اللي يطلعه. مش انه يقول اشتكوا يعني عندنا، لكن مشهوره بالكتب. بس اوكسيدايزد زيركون، هذا الزيركون اللي هو يسموه حتى الخزف. سيراميك ميتوي تستول تي شيبينج فليكينج اورجان. طيب تمبليتنج، وهذا الشيء يسالوا عنه الزملاء. تمبليتنج اوف جراف فور اوبراتيف بلاننج، يعني هو مفهوم انه في كل حق الموديلز وحق التمبليتنج اللي انت تقع البروسيسز، لكن احنا بالنسبه لنا مش خصوصا زي سوق، نحن مش سوق عالمي، مش موجودات يعني الشركات العالميه اللي تعتمدها مثلا على طول اللاين مثلا. فانت ايش حصل في كل يوم، على حسب قضيه وعلى حسب، فانت لازم تعتمد على التمبليت مقارنه بالجهه الثانيه وتقارن بالاكس راي قبل العمليه مباشره. amount of limb shortening، وهذا أول حاجة. marketing أو ماركينج، وهذا سنتر في روتيشن. هو التاب، وبالنسبة لنا الهيد فيمر هو المتحول، بمعنى إني أنا بعد ما اعمل الاستبلر واعمل حق الميدياليزيشن على لحدود التير دروب، خلاص انا الان حددت السنتر اوف روتيشن في الايدج. الان هبت الان التغيرات حق الشكل، فهل الان الهيد بيكون يعني بقدر اللور ليم ديسكريبت الطرفين، هو يحدد اللي 2 سنتي 3 سنتي مثلا. كل لازم الرسم حقك بتمر لداخل باتجاه الحوض، لما تجي وقت العمل ايش يتعوض، وهذا تعوض بمر الهيد مع السنتر اوف ريتيرن اوف ستيبلر. فيمورال اوفرلاي تمبليتنج اند بريسايز سايز اوف بروكسيمال كنعان. هذا نحن بالاكس راي على الطوال طبعا في مع ونعرف كم بيكون حقنا قبل ما ندخل نعمل بروتشينج وريمينج، يكون عندك فكره مبدئيه انك عندك اقرب رقم ممكن يثبت معك في هذا الكنال كم، وهذا على حسب تكلمنا على الدور اللي هو اول راديوجرافيك كلاسيكيشن. Selection of appropriate neck length to restore limb length and femoral offset. If no shortening present, we match the center head with previously marked center of a بعد الثابت. متر اوف بيرسونال اند تريننج، يعني المتدرب على حسب ما تعلم وشاف الاستاذ حقه، هو هذا الابروتش اللي بيكون اشتغل عليه
بشكل اكبر ويطور نفسه، انه يشوف الابروشات الثانيه ويحاول يعملهم، خصوصا اذا كان في مستشفيات تعليميه. لكن كل الاشياء اللي تدربت عليه هو افضل شيء ممكن تشتغله. The original Charlie technique used the anterior lateral surgical approach with the patient supine osteotomy of the greater trochanter and anterior dislocation of the hip. سميث بيترسون 1940 عمل هذا الابروش، قال advantage the muscle sparing nature of its internervous interval. Earlier restoration of the gait kinematic low dislocation rate. هذا في الانتيرو لاترال. طيب هنا كمان رسومات للانتيرو لاترال. الانتيرو لاترال معروف انه دكتور هشام كم باقي له؟ احنا الان في الشريحه رقم كم؟ والله ما علي، اصبر يعني باقي نقول ربع ساعه. يلا يعني كم لانه حسب انا محضرت ايش رايك عبد الكريم كم عادي عادي باقي يزيد الوقت؟ في شرائح تجاوزها هنا دكتور. انا غدا احاول اتجاوز والله انا انا حاضر حاضر يلا. طيب هنا التكنيك يتكلم anterior lateral surgical incision 2 إلى 4 سم lateral to the anterior subiliary spine with the pelvis, the lateral femoral tenous nerve defined. كأنك تروح حتى يفهم الابروتش تمام between شلاتا and sartorius وبعدين interval between rectus femoris and gluteal medius. هنا يقول انه في صعوبه في الفيمورال بربريشن كان بي ديفيكالت او تو ليميتد بروكسيمال فيمورال اكسبوجر وذ ذيس ابروتش. هنا الاكستنشن اقل من البوستيريور ابروتش اللي هو يعني اسهل بكثير وقادرين نعمل اكستنشن بروكسيمالي وديستالي لاحد الفيمر. The operative limb is carefully placed in position of extension, abduction and external chain to improve the extendability of the proximal femur. طيب انا احاول اتحرك بسرعه. دايركت لاترال ابروتش، وهذا كان اول يعني او اشهر واحد تكلم عنه، رغم انه كان موصوف من قبل هاردينج ب 1982، و60% من الكنديين اورثوبيديك سيرجن استخدموه. احنا هنا الان تقريبا يعني كثير نستخدم اللاترال ابروتش كونو سيف ولسه والديسلوكيشن فيه اقل. اتكلمنا عنه تقريبا حتى في المؤتمر قريب، وقل انه الابروتش يعمل الهارد الموديفايد هاردنج، ان احنا نقطع الجلوتيس ميدياس انتيريور 1 ثيرد وبوستيريور 2 ثيرد مع الفاستس لاتراليس، وعلى طول ندخل على الكبسول نفتحها ونعمل انتيريور ديسليكيشن وبدينا احقن العمليه. بعد بعض الصور ولا البوزيشن لاترال ديكوبيتاس، في ناس يعملوا سوباين. لونجيتيرنايزيشن از ميد اكستندينج 3 الى 5 سم بروكسيمال اند اباوت 5 الى 8 ديستال، ممكن حتى الى 10 الى كم يعني المتاح لك وعلى حسب الاحتياج. وتقص الانسيرشن اوف جلوتياس ماكسيماس وتحافظ على السوبيريور جلوتيال نيرف فوق عشان ما تعور لناش الابدكتور مصل. benefit of providing an extensive exposure of the femur as required, very low dislocation rate. طيب والبستري ابروتش more in هذا هو اللي هو اوستيومر تقريبا هو اول ما وصفه. هو most common hip surgical approach used internationally، يعني مشهور انه اكثر حاجه. ولازم نفهم ان احنا بالابروتش هذا يكون عارفين حق الاناتومي كويس، لان امامنا السياتيك نيرف وامامنا اكثر من برانش للارتريات ممكن ينزف علينا وما نعرفش كيف نضبط امورنا. لازم نفهم انه بعد بنعمل بلانت ديسكشن للجلوتيوس ماكسيمم مش بنلاقش على طول قدامنا الروتيتورز اكسترنال، لا لازم ننظف الفات اللي امامنا ونخاف والفيشه والبيرسا ونرجع نعمل جود هيموستيسيس، وبعد كده نعمل ديسلوكيشن بوستيريورلي. ومشكله البوستيرير انك لازم تكون المريض يعني ستريكتلي مقيد بشكل كامل على 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 السرير بشكل كويس، لانك البوزيشن بالنسبه لك لو انت مش اكسبيرينس ما تنتبهش انت حقك الانتيفيرجن لا وين الاورينتيشن وين الانتيرير بوستيرير سوبيرير. فبالبسيرير لازم تشوف ناس اشتغلوا اكثر من مره عشان تشتغل بالبسيرير.
طيب adequate visualization of both acetabulum and femur during the both reconstructive procedure spacer and abductor muscle providing an extensive approach to the femur and acetabulum as required. Anatomy and technical consider عشان أعدي القصة هذه خلاص نقرأوها بعدين. طيب implant selection and fixation femoral stem acetabular cap procedures bone. طيب the femoral set is a metal component that is inserted into the femur to replace the damaged bone. هذه التعريفات البسيطة حتى للمرضى، يعني لما يسألوك يعني لازم المريض يفهم أنت إيش بتعمل له. يعني أحيانا تصورهم بأنك مثلا لما تقول له توتال نين أنك أنت إيش تقول له الركبة، وصل له الركبة يقول لك، فلازم يفهم إيش اللي بتعمله بالضبط. استبر كام بس. طيب انترا اوبراتيف كونسيدريشن الريمينج اوف استبرام femur is retracted anteriorly to allow and نتكلم عن الانتيريور طبعا الان على اللاترال ابروتش femur is retracted anteriorly to allow posterior approach to allow clear access to the acetabulum وبعدين ريمينج اوف ذا acetabulum دائما نبدا الريمينج في الميديال وول يعني بيربندكولار على الجراوند تبدا تريم لما وبعد كده تميل على حقائق الانتي فيرجن والابدكشن تمام اللي هو 25 و40 لكن دائما دائما ابدا بيربندكولار يعني مباشره فوق ترانسفيرز ليجمنت عشان تعرف انك ماشي في السنتر لاحظ الكوترويد فوسا لما يبدا يظهر شويه كده دم يعني الكارتليج انت نظفت ظهر لك الكانسيلاس بون يبقى انت الان صح فهذا الديبنس لما توصل للميديال وول اللي يعمل ميدياليزيشن للسنتر وبعد كده نريم باحجام اكثر على الريم على الـ على الـ على الـ على الريم حق الاستابولوم اتسلف هذا عشان يكون الاستابولوم فيت. طيب سوكت بوزيشن وهنا عامل اشكال للسوكت بوزيشن وعامل لك الزوايا اللي هي كم انتي فيرجن وكم ابدكشن. هنا ويزل ويسكي هذا عامل للدنجرس اريا اوف استابولوم هذا لازم تفهموه تماما اللي هو وين السيفست اريا اللي تحطه بهن السكرو هات حقك لما تشتغل على الاستابولوم وين المكان اللي هو ممنوع او على الاقل يعني يكون اطوال قصيره اقل ما يمكن يعني يكون حذر. فيكسيشن هول فور سيمنت ان استابولوم لازم الفيكسيشن هول لازم حقك البولي ايثيلين تطابق الهول اللي حول الميتال استابولوم عشان تبقى بريست وهذا البريشرايزد هذا احيانا لما تعمل سمنت. بريكوشن فيكسيشن ماست بي اوجمنتد باي سكرو اور سبايك. بريفيرال بارت اوف بوستيرو سوبيريور سيجمنت ار سيفست هذا اللي تكلمنا عن ويزل ويسكي كوادرنت. بالبيشن اوف جريتر سياتيك نوتش از موست وتتحسس لان هناك الروتس اوف سياتيك يعني تخاف انك تعرضهم للخطر. Intraoperative change in the position. طيب preparation of the femur. Position of the femur for reaming. Neck is cut planed at appropriate level and angle by using trial component of template size. Removal of remaining lateral edge of the neck. وهذا بالبوكس استيوتوم نحاول نعمل شولدرينج نحن نسموه شولدرينج يعني انك تحاول تسحب بحيث انك تكون في السنتر يعني كل ما كانت هذه اهم خطوه في البدايه اللي تخليك في السنتر اوف ذا فيمر انه حقك البوكس بوكس السيوتوم يكون اكثر ما يمكن في الشولدر اقل جريتر ترو كالتر هذا يخلي حقك الستيم يكون في السنتر ان ميديال بوزيشن اوف جريتر ترو كالتر وذ بوكس السيوتوم بعدين ريمينج اوف ذا فيمورال كانال ريمينج اول شيء تفتح وبعدين تعمل بروتشنج البروتشنج حاول تنظف نحن بقى في السمنتد نحاول نوصل يعني نقول لانشف مرحله يعني انه يكون تنظف تماما وتنشف الدم بعكس لما تكون البريس فيت لكن تستغرب هيد اوف اور باور ريمر must be lateralized to greater to maintain neutral femoral alignment بعدين femoral broaching في معنى الريمنج في معنى broaching البروتشنج اللي هو كانك تحك يعني بعد ما انت الريمنج وحددت السايز حقك فانت تنظف البقيه لما توصل للهارد كورتكس
Progressively larger broach are inserted lateralized H1 to maintain neutral alignment. يعني دائما دائما على ما دخلت بالبوكسر بالبوكس سيستم حاول دائما تروح لاترالي باتجاه الجريتر تروكانتر عشان تكون دائما في السنتر، ما يحصلكش تابنج على اللاترال كورتكس بالسير كورتكس انتير كورتكس، وهذا ممكن يكسر معك غير انه بينفل للمريض. طيب فيمورال كومبوننت انتي فيرجن، وهذا قلنا ان الانتيفيرجن نحسبها بالانتركوندايلر لاين اللي هما في الني. بعدين الكالكار بلانينج وذ بريسايز ريمر. طيب اسمبلي اوف ترايل هيد اند نيك سيجمنت ديترمايند فروم بري اوبراتيف تمبليتنج. كانال بلوكينج، هذا كله في النيو جينيريشن حق الارثروبلاسي، الان يعملوا بلوك، احنا ناخذ عظمه صغيره من العظم من الهيد اللي نقصه او من اي مكان ونعمل بلوك. هذا اذا عملنا سيمنتنج، الان هو جاهز موجود في بعض الستوك. ريتروجريد انجكشن اوف سيمنت وذ جن ان ايرلي دف دف فيس او دوي سي فيس، هذا برضه نيو جينيريشن، انه الان بالسيرك احنا نحب نصبع بيدنا عشان البريشر يكون احسن. تمام، وسيمنت بريشرايزيشن برضه بنفس التكنيك. مانوال سيمنت باكينج، هذا اللي هو بالصباع اللي نقول عليه. هيب شود بي ستيبل ان فول اكستنشن وذ 40 ديجري اوف اكسترنال روتيشن، هذا حقنا بعدين نعمل اكزامينيشن بعد ما خلص التكنيك. نرجع يا دكتور شوية. خلاص انا وصلت، كم باقي؟ ما عاد باقي، خلاص ما عاد باقي الا السلامه اوكي الان. حاضر. طيب، وبعدين تتكلم عن المضاعفات، هذا مش داخل في المحاضره. شوية طبعا هذه التعليمات اللي بعد العملية، مهم انه يكون معنا هذه الرسومات ونزعها على المريض ونعلمه ايش يعمل في اول اسبوع ثاني اسبوع، بعد كده بالستة الاشهر الاولى بالسنة. هذا على الصور للعمليات، كان عاد في فيديو بس الوقت طبعا ما يسمحش، سامحونا وشكرا جزيلا. ثانك يو فيري ماتش. شكرا جزيلا دكتور، شكرا يا حبيبي، ان اسلم. شاء الله يكون الكل استفاد من البريبريشن فور والتكنيك فور توتال هيب ريبليسمنت. يا رب ربي يحفظك ان شاء الله دكتور هشام. الدكتور دكتور سعيد. سعيد جاهز؟ ايوه دكتور سعيد، بنفعل لك انميوت للمايك. دكتور سعيد خلاص اخرج من المحاضرة دكتور. ايوه الان انا بخرج، الان بخرج يا دكتور. اوكي الدكتور سعيد بمشموس، طيب السلام تسمعني دكتور عليكم. سعيد؟ ايوه وعليكم معكم، السلام السلام ورحمة عليكم، الله. يا كيفكم يا هلا شباب؟ مسوا على يا هلا خير دكتور، وكل عام حياك وانتم الله يا بخير. دكتور. الله يعطيكم العافيه ويحفظكم ربي، شكرا على المجهود اللي تعملوه. ربي طيب يحفظك ان شاء الله. المحاضره او المعلومات البسيطه اللي ممكن نعطيها في خلال الدقائق هي عن البيري بروستيتيك فراكشر. Periprosthetic fracture are the fracture of the femur with 5 cm from the end of دكتور the سعيد، prosthesis. إذا ممكن، عفوا، إذا ممكن تفعل فول سكرين Full screen، للباوربوينت. تمام. Full screen، تمام. Okay. Periprosthetic fracture are fracture of the femur with 5 cm from the end of the prosthesis. Periprosthetic fracture are the complication of total hip prosthesis. Increasing the incidence are a result of increasing arthroplasty procedure and high demand of the elderly patient. Patients are often elderly and have significant comorbidities, so there is a multiple site of fracture. The incidence in intraoperative fracture is 3.5 in primary uncemented hip replacement, 0.4 of cemented arthroplasty. Postoperative fracture is 0.1 most of common at the stent tip. The reported rate of postoperative periprosthetic fracture are between 6% to 22%.
Periprosthetic fracture mostly occur in the femur bone, more frequent with cemented implant than cementless implant. Diagnosis can be able with plain radiographic of affected hip and ipsilateral femur. Such fracture can be missed on the conversion radiography, so CT scan must be indicated to diagnose the periprosthetic fracture, to specify the localized of the fracture, and assess the implant stability and bone stock. Periprosthetic fractures are technically demanding to treat as they require the skill of trauma surgery as well as those of revision arthroplasty. Periprosthetic fractures occur more often around the femoral than the acetabular component. A particular site of predilection is at this level of tip of the femoral stem. Periprosthetic fracture time can occur intraoperative during implantation or postoperative, either from a single traumatic event or secondary to significant osteolysis. The three causes for periprosthetic fracture are the fracture location, the implant fixation, and the quality of remaining bone stock. Periprosthetic fracture are the result of osteoporosis, osteolysis, stress shielding, trauma, loosening, stress, female gender, age more than 70, history of revision surgery, neurological disorders. Osteoporosis is a weak risk factor for the periprosthetic fracture. The osteopenia, osteoporosis is a common finding in patients with periprosthetic fracture. By using the index of osteoporosis and canal flare index of proximal femur, preoperative osteoporosis was predictively indicated for periprosthetic fracture femoral indication. Although there are no studies supplied that direct association between vitamin D deficiency and periprosthetic fracture, given the high consideration between osteoporosis and osteomyelitis. But vitamin D influencing bone quality, all total joint arthroplasty patients with compromised bone stock should be supplied with adequate calcium and vitamin D. A specific type of periprosthetic fracture is pseudoarthrosis of greater trochanter, which may occur because of an isolated fracture of the greater trochanter, but by post-traumatic or because of the cystic degeneration, or the most frequently as complication of trochanteric osteotomy. Trochanteric osteotomy may be used in primary total hip arthroplasty when there is a severe femoral deformity or dysplasia. Non-union of greater trochanter can result in this significant pain. This prosthetic fracture is generally associated with a stress rise in the bone, frequently osteolytic lesion, or area of cortical perforation. In addition, the tip of an implant function as a stress rise. The combination of the osteolytic lesion located at the tip or the just distal of the femoral stem should be considered as impending pathological fracture in the same manner that the metastatic lesion in the subtrochanteric region would be. The classification is intraoperative, femoral, or acetabular. Post-operative fracture, like it is femoral or acetabular. Intraoperative periprosthetic fracture incident, the cemented acetabular component is 0.2. The cementless acetabular component is 0.4. The mechanism is typically occurred during acetabular component impaction. The risk factor is under rimming more than 2 millimeter, elliptical modular cups, osteoporosis, cementless acetabular component, dysplasia, radiation, determine the stability of the implant. The classification of periprosthetic acetabular fracture by Davidson is the type 1 in non-displaced fracture, not compromising the stability of the implant. The type 2, non-displaced fracture that may compromise the stability of the implant. Type 3, displaced fracture. There is another classification of periprosthetic acetabular fracture by Pascaler. By the timing, intraoperative, we have got implant stable, implant unstable. Postoperative, implant stable, implant unstable with mobilized simultaneously with trauma.
implant unstable, mobilized before trauma, osteolysis, bone loss. The treatment. Observation alone, if evaluated intraoperative and found to be stable. Postoperative care, considered protected weight bearing for 8 to 12 weeks. Acetabular revision with the screw open or open reduction with internal fixation, indicating if evaluated intraoperative and found to be unstable. Additional acetabular screw may be considered upgrading to the jumbo cup. Open reduction, internal fixation of acetabular fraction with revision of acetabular component. If posterior column is compromised, open reduction, internal fixation, revision is most stable constructed, may be added by bone graft from remering. If patient has poor bone stock, postoperative care considered protective weight bearing for 8 to 12 weeks. This is the description about Vancouver classification treatment. The classification of Vancouver for the femoral site of the prosthesis is classifying by type A, type B, type C. Type A is the greater trochanter and lesser trochanter. Type B is in the stem or below the stem or around the stem, and type C away of the stem by 5 centimeters of the tip of the stem. Type A fracture involves greater and lesser trochanter. Implant usually stable, non-operative, treatment minimal displaced, can be assisted with wear and required revision. Type B fractures, all the three types, fracture around the tip of the stem, treat depends on the stability of implant and the quality of the remaining bone. Treatment with either open reduction internal fixation and revision total hip arthroplasty. Type C fracture as well distal to the tip of the femoral stem, treated with open reduction and internal fixation. Postoperative care must be weight-bearing. Status depend on the fixed used, intramedullary nail, using open reduction and internal fixation, revision with non-weighty bearing, limited narcotic drugs as possible to reduce the delirium, DVT prophylaxis with Lovenpson for 21 days, we use here like Clexane or inoxaparin. Early mobilization, many require of SNF placement. Intraoperative fracture incidence, if primary total hip arthroplasty is from 0.1 to 5%. Revision of total hip arthroplasty from 3 to 21%. The mechanism is proximal fracture is occur when with bone preparation is aggressive rasping or prosthetic insertion. May occur during implant insertion from dimension mismatch. Middle region fracture usually occur when the excessive force used during surgical exposure or bone preparation. Distal fracture usually occur when the tip of straight stem prosthetic implant of the femoral blow, Zema Dr. Hisham, عمليه الريمرينج and the, in the center of the femur must be carefully. Risk factor, impaction bone grafting, female gender, technical error, cementless implant, osteoporosis, revision, minimum invasive technique. Early postoperative cementless prosthesis fracture in the first 6 months like caused by stress rising during remering and proximal weight bearing attempt design cause proximal fracture. Cylindrical created full pores coated stem. هذا نوع من أنواع الستيم tend to be caused the distal slip in the femoral shaft. Less postoperative fracture, cemented prosthesis tend to the fracture later for 5 years out, tend to fracture around the tip of the prosthesis or the distal of the risk factor. Postoperative incident from 1 to 3% of primary cementless total hip arthroplasty. The etiology, poor bone quality, cementless prosthesis, compromised bone stock, revision prosthesis. The treatment for the greater trochanter is greater trochanter region component associated with osteolysis, greater trochanter fracture caused by retraction, pressing, actual implant insertion, previous hip screw. Often required treatment that addresses that osteolysis. Greater trochanter fracture with 2 centimeter displacement treated non-operatively with partial weight bearing or allowed fibrous union.
fracture more than 2 cm needs open reduction and internal fixation. Lesser trochanteric fracture are commonly treated non-operatively. B1 fracture on the stem is just below it with a well-fixed stem, open reduction with cerclage, cable, and locking plate. B2 fracture around the stem or just below it with loose stem, but good proximal bone stock, revision of femoral component to a long, porous coated cementless stem and fixation with the fracture fragment. Revision of acetabular component if indicated. B3 fracture below it with proximal bone that poor quality or severely comminuted, femoral component revision with proximal femoral allograft or proximal femur replacement. Type C fracture occur well below the prosthesis, open reduction internal fixation with plate, leave the hip or acetabular prosthesis alone. Prevention. Pre-operative templating, lima dhakara Dr. Hisham, the templating is most important, reducing risk of intraoperative fractures. Adequate surgical exposure. لازم نفتح تمام عشان نشوف العمل الجراحي. Special care when using cementless prosthesis in poor bone in rheumatoid arthritis or osteoporosis. شكرا. في نوع من الكلاسيفيكيشن اخر موجود وهو كلاسيفيكيشن حقت الاي او. الكلاسيفيكيشن اوف اي او زي ما نعرف الان نحن مهتمين كثير بالاي او. الكلاسيفيكيشن هذا معتمد كثير على النمبرز الموجوده في البون، يعني مثلا الهيومرس بيعتبرها رقم واحد، بس كمان اعطى ارقام اخرى للجوينت، الشولدر واحد، الالبو اثنين، فاي فراكشر اراوند اني مثلا نتكلم على فراكشر اراوند ذا هيب او ذا اراوند ذا ني بنعتبر مثلا 3 4، يعني 3 4 تايب اي، 3 4 تايب بي، 3 4 تايب بي 2، 3 4 تايب بي 3، هذه كلاسيفيكيشن اخرى ممكن نعتمدها في الكلاسيفيكيشن اوف بري بروستيتيك فراكشر. وشكرا. شكرا شكرا جزيلا دكتور سعيد، ربي يحفظك. شكرا جزيلا دكتور صلاح. معك دكتور، يلا الآن توكل، بسم الله، تفعل الشير، دقائق بس. بس الشير أوكي، شير دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش، لو في أسئلة للدكتور والدكتور عادي ممكن يبدأوا. ممكن حد لو في أسئلة للدكتور. طبعا يا دكتور انا مقفل المايكات، لكن اي واحد يحب يسال يكتب في الشات ولا رايز هاند وانا افتح له المايك. الكوستشن في الشات طيب يا دكتور. الآن أشتي أدخل هنا عندنا. ابدأ يا دكتور عبد الكريم بعدين حتى ممكن بس يجمعوهن أو عادة نجمعها بعد. مش جاي. مدخلنا عادة. يا صلاح دكتور الشير سكرين خلاص، شير. افتح الباوربوينت على طول، افتح المحاضرة. اوكي بس اشتي انزل هذا اخفيه شوية مش قادر اشتي اخفي الكنترول بانر حق الزوم، الزوم. ايوه عامل كنترول على الشاشة. اضغط عليه كذا ومشي بالفارة لفوق. اوكي not yet. ايوه على قولتك يا صلاح تعال اشتغل لنا لحينا. الآن الشاشة كلها مسيطر عليها الزوم، كيف أخرج منه هذا؟ لا تمام يا دكتور، الفقرة بتمشي تمام. اضغط على المحاضرة، اضغط على مش المحاضرة. لا لا ما هوش طالع عندي شاشتي أنا. لا شاشتي عندنا واضح. محجوبة. اذا انت داخل في الديسبلاي، الكنترول حق اللي هو الديسبلاي نفسه، لكن الان الديسبلاي عندنا واضح المحاضرة. أشتي أخفي بس الشاشة أدخل على
اوكي الان تمام اوكي واضح دو. واضح صح. انا كنت اشتي الدكتور هشام بس يعطينا كان صوره لبرايمري، لبرايمري هكذا مثلا وان سايد او تو سايدز، على اساس ان احنا ندخل بالموضوع الاخر. طبعا اليوم الموضوع على الكومبلكس برايمري توتال هيب ريبليسمنت كديفينيشن. بسم الله الرحمن الرحيم. كديفينيشن الكومبلكس برايمري توتال هيب ارثروبلاستي هو عبارة عن برايمري توتال هيب ارثروبلاستي ان بيشنت وذ كومبرومايز بون بوني اور سوفت تيشو ستيتس، يعني عبارة عن توتال هيب ولكن في مشاكل في العظم او في السوفت تيشو. طبعا امبروف ذا سيرجيكال تكنيك اند انسترومنتيشن هاف اكسباندد ذا كلينيكال انديكيشن فور توتال هيب ارثروبلاستي تو انكلود بيشنتس هو بريفيسلي وودنت هاف بين كونسايدرد اليجيبل فور ذيس بروسيجر. الكومبلكس برايمري توتال هيب ريبليسمنت طبعا ستيل ريبريزنت تشالنج ان اورثوبيديك سيرجري. ما بكثرش الكلام على الصور هذه وكل شيء، ولكن هذا في حال انه عندنا الحاله في حاله النورمال هيب او في البرايمري توتال هيب ارثروبلاستي. فعندنا اللاينز الكل يعرفها، ما نشتيش عاد ندخل فيها، قد اسهب فيها الزملاء كثير. اللاينز الدكتور انور والدكتور محمد، الدكتور انور الاسبوع الماضي تقريبا ذكرهم بشكل كويس، كيف احنا نعتبر الحاله برايمري او سكند او كومبلكس على اساس اللاين رو الروف لاين، انه يكون في شويه ديسبليز للاب، يعني معناته هنا الاستابلم يعني ماكول من فوق بريك داون، وفي عندنا الانتر تير دروب لاين، وفي عندنا الباي اسكيال لاين. طبعا الكومبلكس برايمري تي اتش ار اليوم بنحاول احنا نتكلم فيه على اساس نخليه سيمبل، يعني ما هوش الفكره فيه التعقيد، لانه علشان احنا نتكلم على difficult primary total hip الاشياء اللي تستخدم كثيره جدا. احنا المشاكل كيف نبسطها according to causes. الكوسز بالنسبه للكومبلكس برايمري توتال هيب يا اما تكون في الاستبلر سايد، وهذا يعني احنا برؤوسنا كل شيء انه في مشكله في الاستبلر سايد خلت البرايمري ديفيكلت وصار كومبلكس. طبعا في مشاكل في الاستابولار، وفي مشاكل في الفيمر فيمورال سايد، وفي كومبايند بالفيمورال والاستابلم، وفي حاجات بالنسبه للبيشنت هيم سيلف زي الاوبيزيتي زي البروسيس، وفي نيوروماسكولار ديس اوردرز او كونديشنز سوفت تيشو كونتراكشرز، هذه كلها تخلي this kind of surgery is more difficult and complex. لو بدأنا بالأسباب مثلا بالأستابلر سايد، في عندنا البروتريزيو، في عندنا الديفكت، في عندنا الديسبليزيا، في عندنا الفراكشر، في عندنا الفيوجن، في عندنا الاكسس. لو جينا للفيمورال سايد في عندنا الفراكشرز، في عندنا النارو كانال، في عندنا الديفورميتيز، بوست اوستيوتوميز، انفكشنز وكذا. في البوث سايد يعني الشغلة مركبة على الاثنين. فالآن بنعمل بالأسباب ونمشي على سبب سبب، ونحاول كيف إن نحن نحاول نبسط الأشياء ونمشي بالحالات بشكل سهل. هذا الـ classification of a stabular defect اللي هو الـ AO الأمريكان أكاديمي. التايب 1 اللي هو segmentary، وفي عندنا كافيتري، وفي عندنا combined، وفي عندنا discontinuity او fracture of the stabulum، وفي عندنا الانكيلوسيس او الارثروديسيس. هنا البابروسكي نفس الشيء، يعني عامل الاشياء كلها انه في cavitary defect وفي segmentary defect وفي combined وفي fracture وفي arthrodesis. لو جينا للindication of complex توتال هيب ارثروبلاستي، هي البين نوت ريليفد وذ كونسرفاتيف تريتمنت اند فانكشنال امبيرمنت وذ راديوجرافيك ايفيدنس اوف هيب ديجنريشن. الكونترا انديكيشن زي التوتال هيب برضه انكلود الاكتف سيبسيس اند ماجر
ميديكال كوموربيديتيز. لو ايش المتطلب عندنا في حال انه احنا عندنا كومبلكس برايمري توتال هيب؟ الريكوايرمنتس ان احنا ريستور السنتر اوف روتيشن والاستابيليتي اوف كولوم في الاستابلم، في عندنا فيكسيشن اوف ذا كاب، مانجينج ناروينج اوف ذا فيمورال ستيم، والمانجينج اوف لونج فيمورال بون اذا في فراكشر او الناروينج. طبعا البري اوبراتيف اسسمنت زي التوتال هيب تماما، مع في الاكس راي يفرق انه مهم جدا ان احنا في حال اذا كان في شاكين بديفكت في الاستابلم ان احنا نعمل سيتي سكان. طبعا مهم جدا ان احنا نعمل الاي بي الراديوغراف واللاترال راديوغراف، مع نشمل البون بمسافه طويله على اساس اذا في ديفورماتيز ولا في اي شيء واحتاجنا سم سبيشال ستيمز. طبعا البري اوبراتيف الفيري امبورتنت بوينتس نيسيسري تو بي منشند اللي هي افيلابيلتي اوف انسترومنتيشن may be needed for such surgeries. مثلا في عندنا لونج ستيم امبلانتس فيري امبورتنت ان تكون في حاله اذا كان في عندنا فيمورال بروبلم، سبيشال سمول ستيم في حاله النارو، في عندنا سيفرال سايزز اوف استابلر كابس سيمنتد اند سيمنتلس، في عندنا الميتال ميش اذا كان عندنا الديفكت سنترالي او تو هيلب ذا استابلر ديفكت، انتي بروتريزيو كيجز كاب اوجمنتس. هذه الاشياء طبعا في منها متاح وفي منها غير متاح، احنا قدر الامكان نحاول نحل المشاكل بعيدا عنها، واذا احتجناها تكون بالغالب يكون عندك متوفر. Very important also availability of instrumentation to deal with intraoperative fractures or osteotomies such as cables, cerclage wires, pliers, wire passer, special plates in different kinds of and sizes used for osteotomies and periprosthetic fracture. Availability of mini bone bank، يعني انه يكون عندنا mini bone bank ثلاجة صغيرة على البريتش سيلبس اللي هي ماينس 40 على اساس تحتفظ بالهيد لمدة شهر الى 3 اشهر على اساس تساعدنا اذا كان عندنا some defect خاصة في الانواع اللي ما يكونش فيها هيد big وتستطيع تستخدمها في الجرافت. لو رجعنا للمشاكل نفس السلايد الأول حنمشي على الأسباب، السبب وكيف عالجناه ببساطة. فلو بدأنا من الأستابلر ديسبليجيا، لو شفنا هذه الحالة، هذا عبارة عن أستابلر عند شابة عمرها 35 سنة بايلاترال في عندنا أستابلر ديفكت، فهذا أكيد إنه السنتر أوف روتيشن في عندنا الروف رايح فسيجمنتري ديفكت في الاستابلم في البوث سايد. شابه عندها بين مش قادره تتحرك، في عندها ليميتيشن، في عندها اشياء كثيره، فنحن على اساس نحقق فيها اشياء كثيره نحاول قدر الامكان التركيز والعمل للجهتين بنفس الكيفيه على اساس ما يروحش في عندنا ديسكربنسي باللور ليمبس. فزي هذه الشابه بدانا لها مثلا في الليفت سايد، عملنا لها الاستابلر ديفكت حلينا مشكلته وما احتجناش اشياء كثيره، وعملنا سيمنتلس كاب مع الستيم في الجهه اليسار. طبعا هنا الامور نفسها تمت فور ذا ليفت سايد. هذا البيشنت صار لها تقريبا 5 سنوات او 6 سنوات او اكثر وتراجع بشكل طبيعي جدا، حاولنا ان احنا نعمل ايكواليزيشن للبوث سايد. الاستابلر ديسبليجيا كمان هذه مثلا حاله من الحالات البسيطه بس برضو ديفيكالت برايمري او كومبلكس برايمري في الليفت سايد. هذه شابه برضو عندها تقريبا 30 سنه وتحتاج انها ترجع لحياتها بصوره كويسه وعندها سيفير بين وديسابيليتي، فكان هذا اللي عملناه انه حولناها بدون قط الامور، بدون ما نعمل جرافت والتعقيدات والكذا، مشت بشكل كويس. هنا السنتر اوف روتيشن هذا هو دائما قدر الامكان، لو قدرنا نوصل لهذه النقطه بالريمينج نكون وصلنا للهدف بشكل كويس، وبعدين مشت بصوره كويسه والحمد لله. برضو حاله معقده كثير، هذه من الحالات الشابه، هذه طبعا الان عمرها 29 سنه،
اعتقد انا ودكتور كوبي زمان في 99 عملنا لها دي دي اس سيرجري في الليفت سايد. طبعا فيلد وحصل لها ديسلوكيشن هذيك الفتره، التريننج على الدي دي اتش ما كانش كويس. وهذا الشابه وصلت الى ال 25 سنه وبدات تشتكي. فهذا عملنا لها، هذا كان عندها استابلر ديفكت وعندها على اساس كرو تايب 3 في الدي دي اتش، وكان حاولنا نحافظ على السنتر اوف روتيشن ورجعناه الى النورمالي. اي بي ولاترال كويس كويس، طبعا تحسنت كثير. جت بعد سنتين او ثلاث تمام بدات تشتكي من الليفت سايد. الليفت سايد كانت تبين بالكشافات انها شبه نورمال، يعني عندها شويه يعني كرو تايب 1 الى 2، فبس عندها الام شديده. طبعا عملنا الام ار اي، عملنا مشيناها حقن، مشيناها كونسرفاتيف. البنت تقول لك انا تحسنت من الارثروبلاستي، احتاج ارثروبلاستي للجهه الثانيه. فبالاخير لما عملنا الام ار اي وطلع في السر في الهيد، فعمل هذا الالسر كان حجم الالسر كان حجم كبير جدا، فعملنا لها في الليفت سايد برضه، في الرايت سايد توتال هيب ريبليسمنت، وكانت برايمري يعني ما كانش ديفيكالت، ومشت الامور بصوره كويسه. حالة أخرى برضو ديسبلازيا، هذه تعتبر كرو 3 2 إلى 3، طبعا ديسبلاستيك هيب ومشاكل. فبرضو 37 سنة وسيفير بين، ووصلوا للسن هذا أكثر سن يتحملوه ويبدأوا يعملوا العمليات، لأنه بالغالب يكونوا صغار سن اللي عندهم الديسبلازيا بالغالب. فهذا عملنا لها بالجهة، بدأنا بالجهة اليسرى وكانت الأمور مشت معنا بصورة شبه كويسة، واستعدنا السنتر اوف روتيشن والامور حقها بشكل كويس. بعدين تحسنت، قد عملنا لها الرايت سايد في ليتل هاي ابلكيشن شويه، انما مقبول. البنت يعني ماشيه بصوره كويسه وما شاء الله الامور ماشيه. هذا صورتها الاخيره، تعمل سكويتنج، تعمل كل شيء. هذا اللي هنا اختها، هم عندهم ام اي دي مالتيبل ابيفيزيال ديسبليجيا اسره. فهذا الاخت شافت اختها تحسنت، بدانا بالاخت الثانيه. نفس الشيء بدأنا لهذا بالجهة اليمين ومشت بصورة كويسة الجهة اليمين، وما شاء الله سنتر اوف روتيشن وكل شيء. بعد ما تحسنت على طول الجهة اليسرى، وعملنا لها في برضه شوية بالفيك اوبليكوتي، بتتحسن طبعا من سنة لسنة يتحسنوا كثير. سنتر اوف روتيشن تصلح إلى حد كبير، الألم راح، الأمور كويسة. هذا كان التكنيك حقها. استخدمنا لهم ثنتين الجرافت، هذه طبيعة الجرافت اللي نستخدمها من الهيد نفسه، وإذا ما كانش من الهيد أو كذا لازم يكون عندنا ميني بون بانك اللي تكلمنا عليه، وهذا البوزيشن اوف ذا كاب، وهنا النتيجة النهائية. في عندنا برضو حالة نفس الحالة نفسها، ما عاد بنكررهاش، هذه الاند ريزلت تبعها. أحيانا يكون السبب عبارة عن انفكشن، الانفكشن يعمل لنا مشاكل في الاستبلم، فيكون انفكشن لوحده ويعمل تآكل في الجدران ويعمل لنا مشاكل ويتحول الى difficult primary like this case. هذا برضه شاب عمره تقريبا بال 35 سنه، حصل له انفكشن وعملناه على تو ستيج. الستيج الاول عملناه بالاستابلم عباره عن سبيسر بالبون سمنت with antibiotic loaded with gentamicin، وبعدين بعد فتره بعد ما شلنا الماركرز كلها صارت كويسه حولناه الى توتال هيب ارثروبلاستي difficult primary، مشى معانا بصوره كويسه ما شاء الله. الآن شغال في السعودية بصورة كويسة وما شاء الله يتواصل من المتابعة، الولد كويس. في عندنا يكون هيب انفكشن with استابلر كافيتري ديفكت لايك ذيس كيس، هذا حالة قد كان عنده فراكشر وشل اتشالت البليت ومش عارف ايش وكذا، المهم صار متعب. فعملنا له على تو ستيجز، عملنا الستيج الأول شلنا الهيد وبعد وعملنا له سبيسر، الستيج الثاني عملنا له توتال هيب ريبليسمنت، وحاولنا شوفوا لو تشوف الحالات كلها قدر الامكان نتجنب الجرافت، نتجنب اي حاجه تقلب لنا الانفكشن، تقلل الاوفسيت، تعمل التنشن اوف ذا ابداكتورز. فكل ما حصل معانا ان احنا نحوله الى سمبل واي حولناه الى سمبل واي، فهذا مشى بالشكل هذا. احيان يكون في نارو برضو في مرة الكنال، يكون في انفكشن عندنا، الانفكشن هنا اوكي مقبول عليه رغم انه عامل كافيتري ديفكت، وبنفس الوقت عندنا الستيم تبع الفيمر كان فيري 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 باد. فبهذا الحاله المرحله الاولى عملنا السمنتاج،
خليناه لحد ما المركز اتصلحت. بعدين القناة كانت بالنسبة لنا هنا لازم نحضر أشياء كثيرة، لازم لونج ستيم، لازم نعمل ريمر، لازم نجهز ريمر اكس راي، الأشياء كلها على أساس ان احنا نحصل على والنتيجة كويسة، لأنه هذا الكنال تقريبا اوبليتريتد، ولازم نجهز أمورنا لأن احنا نعمل ريسكشن للفليب استيوتومي للجريتر تروكانتر. طبعا هذا عملنا له الريمر وعملنا الاشياء ومشينا بشكل كويس، وعملنا دخلنا له بالشكل هذا، وما شاء الله النتيجه حصلنا على سنتر اوف روتيشن وعلى كاب كويس وعلى البارامترز اللي نحن نحتاجها ومشينا فيها. احيانا ما نقدرش نحصل على الحل المثالي بالنسبه للاوفسيتس والاشياء هذه، ولكن this is a difficult cases complex. الآن أنتم تشوفوا فقط كشافة قبل كشافة بعد، بس العمل الجهد التركيز الأشياء الاحتياطات اللي احنا عاملينها كانت كثيرة جدا، والحمد لله حاصلين على نتيجة كويسة والولد كويس. هذا الكشافة اللاترال حاولنا ان احنا نعمل ريمر على القياس بشكل كويس وراسبينج ومشى كويس. في sometimes hip infection post fixation استبلم like this cases برضه difficult primary، نعمل الستيجنج سيرجري ونحصل على نتائج كويسه والساتسفاي بيشنتس. البروتريزيو اسيتابلي اكثر شيء في الروماتويد ارثرايتس موجوده ولا في الارثرايتس بشكل عام، هذا حاله من الحالات القديمه اللي تعاملنا معاها، كنا نتوقع انه سمنتاج وكذا، مشت معانا بشكل ايزي، عملنا جرافت بس هنا سواريزيشن وعملنا الكب، مشى الكب حتى بصوره سو بريس فيت، ما عملناش حتى سكرو اديشنال سكرو، وعملنا شويه بس اللي هو الابيزيتومي اوف ذا فيمر، ومشينا الامور بصوره كويسه ومشت الامور كويس. الهيب ارثروديسيس طبعا هذه من اعقد الحالات اللي في حاله التوتال الكومبلكس برايمري، طبعا لايك ذيس كيس مع النتيجه تبعها كانت ارثروديسيس اللي هو التايب 5 بالنسبة للكلاسيفيكيشن، وهذا تعمل لها سيراميك اون سيراميك من الحالات اللي عملناها سيراميك اون سيراميك اول ما اشتغلنا على السيراميك 36، وعملنا في لب اوستيوتومي الاستابلم ومشينا بهذا الشكل. في هيب ارثروديزس حالة ثانية، هذا الحالة برضو نفس الحكاية، كانت ارثروديزس انكلوزس، والشابة عمرها ما يوصلش ل 24 سنة او 23، عملنا لها توتال هيب، حولناه الى سو ايزي سيرجري ومشت، والامور ما شاء الله معها كويسه، صار لها الان 7 سنوات او 8 سنوات ماشيه بصوره كويسه كثير. في عندنا هيب ارثروديسيس برضو من اعقد الحالات، هذه شابه طبعا عندها يعني كان على اساس جهه اجت لي بالشكل هذا عندها ارثروديسيس فيكسد ويز سكروز، الجهه الثانيه كانت عباره عن دي دي اتش، ما فيش بين بالجهه اليسار والبين، وفي ليميتيشن وفي الجيت تبعتها مش كويسه، البنت حاصل لها ديبريشن يعني على اساس انها مش قادره تعيش جزء من حياتها بصوره كويسه عندها 22 سنه. طبعا هذا عملنا لها حولناها كونفيرجن الى توتال هيب بروستيسيس، وحاولنا نحافظ على السنتر اوف روتيشن على اساس الجهه الثانيه لو صار ايش ما صار نصلح لها الامور. طبعا بالجهه اليسرى هذا العمليه تبعتها كان سيراميك اون بولي ايثيلين 36 كويس، البنت تعمل سكويتنج بصوره كويسه كثير، بقى الان اللم لم لم ليج ديسكربنسي لينث ديسكربنسي، حاولنا ان احنا نعمل لها للجهه الثانيه لانه الجهه اليمنى طولت عكس قبل، كانت قبل العمليه الجهه اليمنى شورتر ذان ليفت، الان صارت اليسرى شورتر ذان رايت، فبهذه الحالة خضعناها للإليزاروث إلونجيشن للجهة اليسار كونها ما فيش عندها ألم، ومشيناها بهذا الشكل. بعدين بعد ما خلصنا عملنا لها اكسترنال أورثوفيكس على أساس يكتمل لأنها متضايقة من الإليزاروث، وبعدين حولناها إلى صفيحة والأمور كويسة. هذه حالة البنت حاليا، تعمل سكويتنج، تعمل تصلي بصورة كويسة، وكل شيء عندها كويس الحمد لله. في من الحالات الصعبة كثير اللي هي الفيلد هيب ارثروديسيس، احنا تكلمنا على الديسبليزيا على الانفكشن على الارثروديسيس الان والبريتريزيو، الان الهب في مرضى نعمل لهم الارثروديسيس ويروحوا برضه فيلد، فهذا الشاب
من هذه الحالات. هذه طبعا عملناها انا والدكتور انور تقريبا عام 2000 2008، كان فيلد هيب ارثروديسس. طبعا هذا عملنا له هايبريد توتال هيب ارثروبلاستي، كان الاستابلم سيمنتلس والفيمر كان سيمنتد. طريقة السيمنتاج اللي تكلم عليها الدكتور محمد الصياد الأسبوع اللي قبل الماضي، إنه الطريقة مش عارف إيش، هذه طريقة السيمنتاج اللي كنا نعملها بال2008. طبعا طريقة استخدمنا الثيرد جنريشن بشكل عادي جدا، وعملنا يعني الآن لو نشوف الستيم ما شاء الله مصبوب صب، السنترلايزر موجود، الريستراكتور موجود، لو نشوف السيمنتاج از فيري اكسلنت. المريض إلى اليوم لا يعاني من شيء من 2008، الفولو اب تبعه از فيري نايس. وهذا كانت العملية، وهذا مع صديق عمري الدكتور أنور. طبعا أحياء ننقل الآن إلى موضوع ثاني اللي هو الفيلد هيب فراكشرز، هذا تعتبر من الديفيكالت برايمريز، وهذا من الحالات هذا دائما لازم الآن نتحول من الفيمر إلى من الاستابلم إلى الفيمر. بالفيمر لما يكون عندنا، احنا قلنا في الاستابلم نكون محضرين المش، الكيج، البونجرافت، الأشياء هذه. في الفيمر أكثر ما نفكر، نفكر بحاجتين، نفكر في ستيمز مختلف الأحجام من النارو ستيم إلى اللونج ستيم إلى الأوفسيت إلى الأشياء هذه. في عندنا أوفسيت 135، في عندنا أوفسيت 125 وكنا جايبينه، الى انواع البروستيسز اللي تحت، لان هي تحل لك مشكله. لازم يكون عندنا الوايرز، لازم يكون عندنا الاوستيوتومز، لازم يكون عندنا الواير بسر، لازم يكون عندنا البليتس بانواعه. فهنا لايك ذيس كيس استخدمنا له لونج ستيم، واستخدمنا كمان مع وايرنج. المريض ما شاء الله معدي كويس، وهذا الفولو اب تبعه كويس. برضو حاله ثانيه، هذا مريضه عمرها تقريبا 85 سنه، برضو عندها فيلد دي اتش اس، وكانت معموله حتى بصوره كويسه وطلعت من عدن بالشكل هذا. عملنا لها برضو لونج ستيم ومشت بشكل عادي، بدون ما نعمل اضافات، بدون ما نعمل اي شيء، ومشت بصوره كويسه. اجت فتره اكتسرت في الليفت، في الرايت سايد. الرايت سايد بعدين عملنا لها، كان الفراكشر يتقبل الفيكسيشن، عملنا لها على طول دي اتش اس. انفورشنتلي انه المريضه حصل لها فول داون من قبل اسبوعين، وانا اشتي اعمل لها الفولو اب تبعها، تقول لي سقطت وهذا. فنشوف هنا الدي اتش اس نفسه انكسر وعندها بين حاليا، نشوف كيف، يا اما نخضعها لمراقبه او ان احنا نطلعها ونعمل لها كونفيرجن للتوتال هيب، اذا كان الالم شديد، والا حصلت كسور جديده، لانه عملنا لها سكان منتظر نتائجه. اوكي، في عندنا برضو بالهيب فراكشرز، هذا شايب عمره 85 سنه، اتعمل له عمليه كويسه كثير علشان نيك فيمر فراكشر. النيك فيمر فراكشر انا دائما اقول يعني بالسن الكبيره فوق ال 65 سنه، بال 60 سنه، حتى بال 55 سب تايمز اذا كان الراجل تعبان وسيبروتيك، افضل لهم الارثروبلاستي من الاول. بس هذا احد زملائنا عمل له عمليه جميله جدا اللي هي على اساس النيل، تمام. فحصل معه اوكي، مشى بالاول يعني، عمل له كم شهر واحنا منتظرين وكان ماشي، بعدين بدا يحصل له افاسكون نكروسز ونانيونيان والمشاكل حقه. بعدها حصل له، شالوا له المسمار وهذا، وحصل له كراك فراكشر على مستوى الشافت كمان، يعني صارت المساله معقده على الجهتين. فهذا اتعمل له اللونج ستيم، حللوا المشاكل كلها، وعملنا له توتال هيب ارثروبلاستي، ومشت اموره بصوره كويسه. بعدين بالمتابعه، اخر متابعه، هذه المتابعه تبعته ما شاء الله، الباراميترز اوف ارثروبلاستي از جود بالنسبه له، و البيشنت ستارت ووكينج اند ايفريثينج از جود. وهذا الشايب تبعنا ما احلاه، ربي يحمي. في عندنا ديسبلاستيك استابلر سايد، يعني يكون عندنا مشكلتين، احنا تكلمنا قلنا الان الاستابلم وبعدين الفيمر، الان البوث سايدز. البوث سايدز يكون عندنا ديسبليزيا في الاستابلم، ويكون عندنا ناروين كانال او سمثينج ايلس في الفيمورال سايد. فلو نجي لهذه الطفله الشابه، هذه طبعا عمرها 19 سنه، عندها برضو نفس الحكايه ام اي دي، وعندها مشاكل في الجهتين، عندها الاستابلم از ديسبلاستيك، الفيمر نارو، فيري نارو. بالحالات هذه لازم احنا نحاول نحضر انفسنا لشغلات كثيره. بالنسبة للاستابلم نحضر الجرافت، وحضرنا الأشياء.
بالنسبه للفيمر نحضر البليت، نحضر الوايرز، نحضر يعني البليت الوايرز قد ما تكونش الحل المثالي. انا مثلا الان لو يعني رجع بالزمن شويه بعملها بليت احسن، انما هذا اللي صار، عملنا لها الجهه الاولى وعملنا لها طبعا ستيم صغير خالص، عملنا ابيزوتومي للفيمر على اساس نوسع الفيمر، وهذا من الاشياء المهمه ان احنا نعملها علشان نوسع البروكسيمال بارت اوف فيمر، وعملنا ريمينج كويس ودخلنا. طبعا لانه النارو هذا توقعنا يحصل اشياء، فحصل معاها بالجهه الاولى كراكينج، اللي هو الدكتور سعيد اللي كلمنا عليه التايب سي البري بروستيتك فراكشر، فعملنا وايرز ديورينج سيرجري ومشت الامور حقها بصوره كويسه، ولكن الخنقه تبعت الواير هذا اللي نشوفها تحت الواير نفسه يعمل لنا مشاكل، ما احبوش انا كثير استخدمه للضروره القصوى. طبعا مشى امورها، بعد فتره قولي بالمتابعه بعد سنتين تقريبا قد عملوا الجهاز الليفت سايد ان كايرو، واحد من الزملاء المعروفين عندنا هناك في القاهره عمل لها الجهه اليسرى. فا اوكي عادل لها هذا وعادل لها الاستابلا مع الرايت سايد، صلح الاوفسيت عبر الستيم اللي هو 125، لو نشوف اللي بالرايت 135 اللي بالهذا 125 بالليفت، ولكن اقولي بريبروستاتيك فراكشر. طبعا حنبت فيها شويه وبعدين عملنا لها البليت هذا اللي يبان بالصوره، مشت امورها بصوره كويسه. هذا البليت اللي عملناه ومشت امورها تمام والتحمت ما شاء الله وكويس فترة، وحصل معاها فراكشر اللي كنت متوقعه وخايف منه اللي هو في الديستال سيركليج. طبعا حصل لها هذا، اتعمل لها برضه بليت ثاني ما شاء الله. البنت الان بعد البليتات والاشياء يعني لما نشوفها حجمها ما يوصلش 42 كيلو او 45 كيلو، وداخلها المثبتات هذه كلها، ولكن تمشي بصورة كويسة ومبسوطة الان. نجي برضه من الاشياء اللي هي بالفيمورال بارت والاستابلر بارت، بالفيك سبورت السيتومي اللي تكلم عليها ماي فريند دكتور مطهر لاست ويك. فهذه المريضه اللي قدامنا الان هذه عملنا لها قبل تقريبا 10 سنوات بالفيك سبورت السيتومي ومشت بصوره كويسه لحد ما وصلت عمر تقريبا 27، احنا عملناها بعمر 16 تقريبا، وصلت للعمر هذا بدأ الألم الشديد وتحدد في الحركة ومش عارف إيش وكذا. طبعا هذا الحل فيها إن احنا تكون difficult primary، فعندنا deficit في الاستابلم وفي عندنا problem deformity deformed الفيمورال سايد. عملنا لها الاوستيوتومي، شلنا يعني المنطقة اللي عاملة الكورة، منطقة الكورة شلناها خالص، وعملنا الاستيم الطويل هذا، وبرضه ما اكتفيناش. احيانا الاستيم الطويل تجي تعمله يطلع يكون فيت جدا يعني ما دام انت عامل ريمر وكذا، واحيانا يظل في سم روتيشنال ستابيليتي انستابيليتي، فبالحاله هذه نبقى خايفين، فنعمل لهم لازم نعمل لهم حمايه، فعملنا لها البليت. بالنسبه للاستابلر سايد ما شاء الله مشت امورها سنتر اوف روتيشن وكل شيء بصوره كويسه بدون ما نعمل اي اوجمنتس او اضافات ثانيه، فقلنا كيف احنا نحول الحالات المعقده قدر الامكان الى حالات سيمبل، بحيث ان كل ما كان الابروش سيمبل والامبلانت حاجه بسيطه ما نزودش بالاشياء، كل ما تجنبنا الانفكشن كل ما شف اللونجيفيتي اوف ذا ماتيريال تطول بصوره اكثر. لو شفنا هنا الباراميترز كلها تقريبا كويسة، الكسر هنا التحمت الكسور، والآن شلنا لها الصفيحة، هذه طالبت بإزالة الصفيحة شلنا الصفيحة. في عندنا الموضوع المعقد اللي يجي لرؤوسنا دائما هو الدي دي اتش سيرجري. الدي دي اتش سيرجري هذا من الأشياء، هو والسيكل سيل انيميا هذه من العقد اللي احنا نعاني فيها كثير في مرحلة الكومبلكس برايمري توتال هيب ريبليسمنت. فالان لو الحاله القادمه بتكون عباره عن ديسبليزيا في الاستابلم مع نارو كانال اوف ذا فيمورال سايد، فلو جينا شفنا هذا دي دي اتش سيرجري نيجلكتد سينس لونج تايم، وصلت السن 23 24 يبداوا يشتكوا وكذا. فهنا من الحلول ممكن نعمل بالفيك سبورت اوستيوتومي، البيشنت يشتي حل نهائي يقول لك انا شابه اشتي اتزوج اشتي كذا، مشيش حد اجلس مش عارف ايش. ففي مرضى يقبلوا بالبيفك سبورت اوستيوتومي ونعمل لهم ويمشوا كويس زي الحاله الاولى، وفي مرضى يحتاجوا ديفنيتيف، فزي هذا الشابه
عملنا لها هذا طبعا انا في شرح كثير للابروش نفسه للسيرجري نفسها في الدي دي اتش سيرجري، بيكون بالسلايدز القادمه ايش الخطوات اللي نعملها. لازم نبدا اول شيء نعمل استيوتومي في الفيمر، بعدين ندخل من الاستيوتومي هذا نعمل الفيشن للفيمر ونشيله من طريقنا، ودخلنا على الاستبلم، فندخل على الاستبلم وشفنا كيف نتصرف مع الاستبلم، هل بسيمبل واي والا نضيف له جرافت والا نعمل ميش ولا نعمل اي حاجه. فهنا الاستبلم جاء معانا بصوره كويسه، كب صغير، لازم الكبات الصغيره تكون متوفره، لازم الاشياء ما دام دي دي اتش معناته لازم الاستيم الصغير يكون النحيف يكون متوفر. فلايك ذيس كيس وي هاف دان سيمبل استبلر سايت ارثروبلاستي كابينج، بالنسبه للفيمر عملنا شورتنينج اوستيوتومي وعملنا ايكواليزيشن لللينث والاشياء ومشيناها بهذا الشكل وعملنا بليت. وكان انا صرت ما احبش الفيري لونج ستيم الا في وقت الاضطرار، انما الاساس عندي بالاساس ان انا اعمل لهم ستيم سيمبل واعمل البليت هذا وخلاص، وانتظر اليونيون تبع البون واعمل البليت تحافظ لي على الروتيشن وعلى الفيكسيشن وخلاص. هذا الفولو اب تبع المريضه. ما شاء الله المريضه الان سيكينج اباوت ريموفال، هذا لها تقريبا 4 سنوات للان، تقول لك انا بس اشيل الصفيحه، نشيل لها الصفيحه في الوقت المناسب. هذا اللي هنا نفس الشيء دي دي اتش في الرايت سايد، هذا المريضة سيم يعني دي دي اس سيرجري، عملنا لها سيم ومشيناها بنفس الطريقة، هذا البليت وهذا الأشياء. بعد لو نشوف قبل بالشرائح اللي قبل، في عندنا هنا بالفيك اوبليكويتي يعني تقريبا متوسط إلى شديد، يعني الليفت سايد از فيري اب وبالفيس والرايت سايد از فيري داون، طبعا هذا نقبلها وبعدين إلى حد معين هو يتعدل لحاله. فلو نشوف الكشافة بعد مرور سنتين، سنة تقريبا أو سنتين، يرجع الوضع إلى وضع الطبيعي، باقي شوية تقريبا يتعدل مع الأيام والعضلات، أول ما يروح الألم والأشياء يتحسن البلفيك أوبليكوتي. برضو نفس الشيء دي دي اتش، هذه من الحالات اللي برضو عملناها زمان في سنة 2000 تقريبا دي دي اتش وراحت ديسلوكيشن، الآن احنا نعالجها. هذا الكلام قبل صار عمرها الآن 22 سنة، احنا عملناها وعمرها سنتين. طيب هذا بالحاله، هذا نفس الشيء عملنا الاكس راي كاملات اي بي لاترال، هذه المريضه عملنا لها برضو سكانوجرام، عملنا لها كل المرضى حق الدي دي اتش والاشياء عملنا لهم 3 دي سي تي سكان وشفنا الجدران وكل شيء. جينا لهنا طبعا الحاله الاولى لو شفنا مشيناها بدون جرافت، هذا اضطررنا ان في سوبيرو بستيريور عندنا ديفكت في الاستابلم، فاضطررنا لعمل الجرافت. وتحت في الفيمر برضو عملنا السيمبل نارو شو الاوريجينال ستيم ومشيناها وبرضو بالبليت والامور كويسه. هذا التكنيك اللي هذا الكلاسيكيشن اوف ذا دي دي اتش سيرجري وكيف نتعامل معه، يا اما في الجريد 1 50% سبلكسيشن، في الجريد 2 50 ل 75، جريد 3 75 ل 100، والجريد 4 كومبليت ديسلوكيشن. هذا اول شيء نعمل استيوتومي مثلا زي المريضه هذه اللي مشت، بدانا هكذا، هذا استيوتومي في الفيمر اي، البي دخلنا الاستابلم ثبتناه، السي رجعنا عملنا نعمل دبليكيشن اوف ذا استيوتومي اند فيمر وشفنا كم القصر مقارنه بالرجل الثانيه في اللاترال بوزيشن. انا طبعا الحاله تقريبا 99% اشتغلهم لاترال بوزيشن، واشوف اللينث مقارنه باللينث الثاني لانه نعمل البوزيشن جود بوزيشن يطلع لي الاشياء بشكل كويس خالص. بعد ما نشيل زي ما نشوف هنا بي سي، نشيل الجزء اللي ما احناش محتاجين له اللي يسمح لنا انه نحن ندخل الفيمر هذا الراس في الاستابلم، وبنفس الوقت نقص الباقي وعملنا الاستيوتومي وثبتناه. يا اما الاستيوتومي زي هنا مثبت بالستيم، او احنا نثبته بالستيم او نثبته بالبليت. فهنا الحاله هذا بدانا بالفيمورال استيوتومي، لو نشوف هنا مثلا استيوتومي، بعدين دخلنا على الاستبلم وعملنا الجرافت زي ما نشوف هنا في جرافت ومثبته بالمسامير وعملنا الكاب. بعد ما عملنا الكابينج هذا الجرافت تبعتنا من الهيد نفسه اوف ذا بيشنت، وبعدها حطينا الكاب. بعد ما حطينا الكاب رتبناه اوكي، رجعنا للفيمر عملنا شفنا الشورتنينج كم نشيل، فهذا شلنا تقريبا البنت هذه شلنا لها لحدود الخمسة سنتي. بعدها دخلنا الفيمورال، بعد ما نشيل هذا نعمل راس وبعدين نعمل الفاينل امبلانت.
وعملنا الريدكشن. بعد ما نعمل الريدكشن والامور كويسه وستيبل وكل شيء، نعمل الاديشنال بليت على اساس تمسك لنا الروتيشن والانستابيليتي. فهذه كانت الكشافه تبعت المريضه. هذا ديسبلاستيك سايد اند نارو كانال فيمورال سايد، برضه نفس الحكايه دي دي اتش، لانه دي دي اتش هي كثرهن الكثر وبنفس الوقت هذا، هذا برضه نفس الشيء دي دي اتش تايب 4. طبعا هذا عملنا لها الاستابلم، مشيناه بجرافت والاشياء وسنتر اوف روتيشن والامور ماشيه معاها. طبعا بالجهه الثانيه تحت في الفيمر عملنا استيوتومي، وبنفس الوقت الاستيوتومي ما احتاجناش ان احنا نعمل هنا بليت، ومشت الامور كان فيري فيكس وخلص. هنا تابعنا المريضه بصوره كويسه والامور كويسه. هنا نفس الشيء عملنا لونج ستيم وما عملناش، عملنا ريكونستراكشن للاستابلم والفيمر لونج ستيم ومشينا بالشكل هذا. هذا الامور هنا طبعا في جرافت الامور ماشيه معها كويسه. وهذا الشابه تقريبا قبل استدعيته قبل شهر على اساس الترتيب او 3 اسابيع. طبعا هذا من الحالات المعقده جدا اللي اشتغلناها بال 2009، سوفت تيشو كونتراكشر، اللي هذه ضمت طبعا هذا لايك ذيس كيس ضمت اشياء كثيره. عندنا ارثروديسس، عندنا ديسلوكيشن مع ارثروديسس اوت سايد مع كونتراكشر فليكشن كونتراكشر. هذا اشتغلناه نحن والبروفيسور احمد عبد العال اللي جاي من اسيوط، من الحالات المعقده اللي دائما افتخر فيها لانه اتابعها لحد الان من 2009 والشابه كويسه. هذا طبعا شكل المريضه وقت ما جتنا، كانت مشيوله شيل. طبعا عملنا لها، استخدمنا كاب من الثلاجه اللي هو الميني بانك كاب، وقشرناه بالشكل هذا واستخدمناه از استبلم. كان عندنا على اساس كافيتري وسيجمنتري ديفكت يعني كومبايند، فاستخدمناه وعملنا عليها الكاب، وبالشكل هذا عملنا الليفت سايد. بعد ما عملنا الليفت سايد عملنا الرايت سايد بالشكل الاخر، سيمنتد برضه بالطريقه اياها اللي تكلمنا عليها، هايبريد الكاب والستيم. وهذا من الكشافات الجديدة اللي بسنة 22. هذه المريضة طبعا حصل لها خلع في عيد الإضحى، هذا حصل لها تروما جديدة وصدموا بسيارة أو كذا وخلعت الجهة اليسرى. طبعا عملت لها سيمبل ريدكشن ورجعت بصورة كويسة وللآن وتمارس حياتها بصورة كويسة الحمد لله. في عندنا الهيب ديسبليزيا والسوفت تيشو ديفيشنسي ستيت، هذا في النيوروماسكولار ديس اوردرز سام تايمز السي بي، الاشياء هذه اذا شفنا المريض ولا عنده مثلا سي بي اي عنده مشاكل من هذا النوع وشفنا المريض انه كويس، طبعا افضل طريقه لهم الترايبولار، بس احيان تضطر انك ما عندهمش قدره على السفر، ما عندهمش قدره على الانتظار، فتضطر تعمل لهم سام تايمز سام سيرجريز، ومشت معانا بصوره كويسه وهذا من الحالات المسجله معانا. في عندنا من المعضلات الكبيره جدا اللي دائما انا اشتغلها وانا متخوف جدا واكون عامل حسابي على اشياء كثيره، السيكل سيل ديسيز. السيكل سيل ديسيز اصلا عباره عن مشكله معممه جنرالايزد ان ذا جوينت، اكثر المفاصل تاثرا، الهيب يجي بعد الشولدر يتجي بعد الني، فانت تصلح لهم جهاد ايش تصلح لهم الاشياء، مش قادرين على اشياء كثيره، يا الله تساعد تساعد. فهذول المجموعه يعني تحاول قدر الامكان انه نحن نوقف معهم بصوره كويسه. فهذا مثلا شابه اجت لي بعد تقريبا اول ما كان الالم شديد في الرايت سايد الالم. طبعا حاولنا نحن نتجنب المفصل الصناعي بالاول، عملت لها حقن وعملنا لها كونسرفاتيفز. تخيل 6 اشهر مباشره هذا المنظر بعد 6 اشهر، بالفيك اوبليكوتي شديد، انا اخاف من البيلفيك اوبليكوتي. هذا المنظر دائما يخليني دائما اتجه الى الارثروبلاستي بالنسبه لهم. فالرايت سايد هنا على طول اتجهت الى الارثروبلاستي اول ما شفتها بخلال 6 اشهر، لذلك انا اخضعهم الان الى اشعه راديوغراف افري ثيرد مانث على اساس اي بالفك بلوكوتي، يا اما نعمل ما قبل البروسيسز نعمل لهم كومبليت ريليز فور فليكسورز فور ادكتورز فور اكستنسورز، المهم ان احنا نرجع الهب الى حالته الطبيعيه اذا رجع. غير كذا اذا كان فيكسد زي الحالة هذه على طول نتجه الى الارثروبلاستي. الارثروبلاستي بعد ما عملنا لها ما شاء الله بريسفت، ما احتجناش اي اوجمنتس، ما احتجناش اي شيء، ولكن ظل لفتره البلفيك اوبليكوتي كثير، فبالتالي جلست تعاني من القصر، واقول لها اصبري يا بنتي وامشي عليها، لانه كان
المفصل تبعها بريس فيت، فسامح لها بالمشي من فيري ايرلي ستيج، فما شاء الله بدأ يتحسن معها بالصورة هذه بالمتابعة، بدأ تقرب الآن ما شاء الله اللاينز، الخطوط اللي احنا تكلمنا عليها كويسة، مع شوية بالكوتي يعني في ارتفاع للجهة اليمنى، ولسه ما عملناش الجهة اليسرى، فإن شاء الله الآن هي متألمة بشدة من الجهة اليسرى، الألم شبه مختفي من الجهة اليمنى، فأفكر أول ما نعمل لها الجهة هذا يتعادل البلفيس ويتحسن الأوبليكوتي. في حالة ثانية اللي فيمورال كانال يكون استينوسيس، فلما نشوف هذا الشاب مثلا نشوف هنا بالنسبة له قد اتعمل له طبعا كوردي كومبريشن وكذا أقالي بالشكل هذا، سيفير بين مع أوبليكوتي نفس الحكاية، وكنال نارو كنال هذا دائما لما يكون نارو كانال كذا لازم نعمل حسابنا على الريمر، نعمل حسابنا على الوايرز، نعمل حسابنا على السي ارم، نعمل حسابنا على الاشياء كلها بالايت على اساس انه ممكن كراكينج فراكشرز اشياء زي كذا، فهذا عملنا له بس بيزوتومي ومشى حاله مع شويه ريمر، عملنا له ريمر كان احنا نعمل ريمر لل على اساس اي ام نيل، ومشت الامور بشكل كويس والامور الحمد لله كويسه، الجهه الثانيه ما عندوش الم فيها فماشي على هذا الوضع. في عندنا نارو فيمورال كانال لايك ذيس كيس، هذا الكيس يعني بالفك اوبليكوتي للرايت سايد، في عندنا فيري نارو كانال برضه نفس الشيء، لازم نجهز امورنا بالاشياء لانه هذا اكثر موضوع يرعبنا، صار موضوع لانه اتعب فيه كثير، يعني احس انه المرضى يعني يكون السيرجري عليهم سو هيفي، فلايك ذيس كيس مشت ما شاء الله امورها بشكل كويس، شابه صغيره مشت بشكل كويس، وعملنا لها فيري سمول ستيم تقريبا نمبر 6 ومشيناها بصوره كويسه، الشابه كويسه ما شاء الله. نجي الحالة like this case، هذا very very complicated case، يعني لما نشوف دائما لما نعمل لهم اللاترال فيو لا يوجد كنال، بالاي بي فيو الكنال مغلق تماما، فهذه الحالة برضو عملنا لها الاشياء اللي تتعمل، عملنا لها استبلر ريكونستراكشن وفيمورال ريكونستراكشن، فلايك ذيس كيس مشيناها بالشكل هذا، بدأنا أول شيء عملنا جرافت لأنه دخلنا لقينا إنه البوستيرو لاترال ديفكتد، فعملنا لها السكروز والجرافت هذا مع السكروز وثبتنا الاستبلام. بعد الاستبلام بدأنا بالفيمر، طبعا لما جينا نشوف الفيمر لو تشوفوا هنا مسدود، الفيمر مسدود ما في عظم، فبدأنا نعمل على أساس بالإنشيتور هذا فتحنا الكنال، أوكي فتحنا الكنال، بعدها أدخل الكي واير على اساس اشوف، ولا مره ضبطت معي انه داخل الكنال، كل ما ادخل في الكنال يخرج من الميديال من اللاترال، ولكن سو بروكسيمالي يعني ما اثرش عليها، ما خلانيش احتاج استيم طويل مع انه كنت مجهز لاستيم طويل يعني. فنجي دخلنا بالاخير ربنا وفقنا بعد عده محاولات، هذا بعد الانشيتور، ولكن هذا مش كل الكنال، الكنال لا تزال مغلقه تحت بعد 5 سنتي، فهنا دخلنا بالواير بعد جهد جهيد طبعا انا والدكتور انور، طبعا كل حالاتي هذول انا والدكتور انور، وبعدين عملنا لها هذا، هنا لو نشوف كراك شويه وهنا كراك شويه، كل مره يخرج من مكان المسمار، بعدين اول ما لقطنا هذا الوضع بدانا نعمل ريمر عليه وعملنا الراسبينج عليه ومشينا وعملنا لها هيد 36 دلعناها، بدانا نعمل راسب، الراسب اول ما شفنا الراسب اصغر راسب مشينا عليه ومشينا لها المفصل تبعها، وما شاء الله هذا لساتها في طور المتابعة، عاد احنا بنتابعها مشت فوق ومشت تحت. هنا آخر حالة تقريبا سوفت تيشو كونتراكشر من الحالات اللي دائما أحبها كثير وتابعتها، طبعا السيكل سيل ديسيز برضو، هذا سيكل سيل ديسيز لو نشوف الليفت سايد نشوف في عندها آلام شديدة، سوري آلام شديدة في الليفت سايد ان ليفت هيب، كانت اوستيو ارثرايتس مع اي في ان طبعا خدوه بالمرحله الرابعه ودخل باوستيو ارثرايتس، فتره بسيطه اجت لي بالشكل هذا مشيوله على حماله، خلاص سيفير كونتراكشر اوف ذا اراوند هيب كونتراكشر فليكشن اند ادكشن كونتراكشر، طبعا الجهه الثانيه تعبانه كثير ولكن الجهه هذه تعبانه بقوه منها، فالمراه خلاص يعني ذيس ليدي يعني ديسيبلد، فلازم اعمل لها حل، فهنا مشت بدانا لها على اساس جهزت اموري ان نعمل لها ريكونستراكشن للاستبلام ونعمل سوفت تيشو ريليز
كمان الحاله الاولى تبعت السيكل سيل انيميا كانت سيفير فليكشن كونتراكشر وادكشن، بس ما كانتش متاثره زي هذا البنت. فعملنا لها الليفت سايد، ما شاء الله هذا من اوائل ما وصلت السيراميك اون بولي ايثيلين عندنا لليمن 36، مشت بصوره كويسه الليفت سايد. الرايت سايد مشت اول ما مشت بالشكل هذا، تخيلوا انه شي جوت 3 ديليفريز، يعني صار معها طفلين او ثلاثه، وانبسطت وكل شيء وعادت لحياتها، بقى الالم تبع الرايت. الالم تبع الرايت العام الماضي اجت لي وهي قد بالشكل هذا، قد في ديسبليزيا وفي مشاكل كثيره، مشيناها بشكل سيمبل ما شاء الله، مشت هنا بشكل سيمبل ومشت امورها تمام. هذا اخر كشافه عملت لها قبل شهر زمان، امورها كويسه ماشيه عايشه حياتها. وهذا ما شاء الله الاشياء. الان الريكومنديشنز اللي احنا نقول فيها هنا انه الديفكالت برايمري توتال هيب از ا برايمري توتال هيب ان بيشنتس وذ كومبرومايز بوني اند سوفت تيشو از وي سو. الامبروفد سيرجيكال تكنيكس اند انسترومنتيشن هاف اكسباندد ذا كلينيكال انديكيشن فور تي اتش ار تو انكلود بيشنتس who previously wouldn't have been considered eligible for this procedure. في عندنا السيرجيكال تكنيك for complex primary THR so important ان احنا نعرف المعلومه هذه، انه demanding procedure and needs enough experience throughout training with a highly experienced surgeons as well as needs special instrumentation as mentioned previously. Availability of mini bone bank at the hospitals is mandatory to deal with bone defects, especially a stellar bone. Thank you very much. شكرا جزيلا. أطعبتكم. شكرا جزيلا دكتور عبد الكريم. لا والله محاضره رائعه وشيقه يعني، وفيها لان هي كيسز يعني انت مقدمها رائعه جدا، ايوه وعباره عن احنا يور جايبين الكيسز اكسبيرينس والحلول. عند السيراميك. ف ممتاز جدا. شوف هو يعني الحمد لله الامور كويسه، وبدا الشغل في الديفيكولت برايمري والريفيجن ايضا، فهذه حالات رائعه جدا. يعني الان اذا في عاد باقي معك شيء، او مثلا الزملاء معهم خلاص اسئله اكون الزملاء سهل. اللي عنده سؤال ولا شيء وكذا يكلمنا عادي، إذا في أي سؤال نحن مستعدين. انا بس أيوة ايوه بس أوكي نشوفهم واحد داخل واحد خارج، هو مسجل يا شباب اللي بيدخل ويخرج، ولا بدون استئذان بدون شيء. أيوة، عبد أصلا الكريم هي هو يعني ثقيلة في عليهم معانا اسئله، شوية. يعني كلامك صح، لكن يعني على الأقل يعرفوها، يعني هو مش مطلوب منهم أيوة أيوة أنهم يشتغلوها في أول ما يتخرجوا حتى وكذا، لا، لكن على الأقل يعني يعرفوا إيش الكومبليكيشنز وإيش المقصود بالبرايمري ديفيكولت تو تلهب. وكان معي عدة يعني كم سؤال يا عبد الكريم. أول واحد تفضل. هذا كبوست انفكشن تو تلهب، وكان عنده ديفورميتي بالفيمر، الاستم ايوه وصل الى حد الميلان الكورة. حق هذه، ما كان في ريسك انه يحصل له فراكشر؟ ايوه لا اللي شوف تحت احنا الكوره اللي فيها يعني الاسيستم. I was ready with long stem and narrow stem and ايوه blade انت قلتها and everything، لونج كل وما شيء معي. تركبش. شوف يا دكتور خالد، انا الحين المحاضرة هذه حاولت ابين فيها انه احنا يعني يدخل واحد وعنده فكرة عن كل شيء، ولكن ايوه كل ما اشتغلت الاشياء سيمبلي كانت النتائج افضل. بحالة اكيد، كبرت وانا عليه. انا معك ايوه تماما ان السمبلسيتي في السيرجري، وهذا يعني احسن شيء. الحمد لله وعملنا دائما احسن حاجه. كل ما تكون ايوه يعني يدك خفيفه على البيشنت، كل ما تخرج بنتائج رائعه، لكن كل ما تشنشت وتحاول تجيب تأذي اعقد نفسك الحلول تأذي المريض. وتعدي نفسك تعدي المرض. بالفعل هذا يعني ايوه اكيد هذا نظره رائعه جدا. فناقصي هذا ايوه هو وصل لحد الكورة، يعني ما سواش باصي انقلها لحد كذا. الكورة والأمور حقه كويسة، فهم لك وفيت كل شيء كويس. خلاص هذا الهدف، انا حققت هدفي. وبالتالي اذا عملت له لونج ستيم، اللونج يعني لما نجي افكر بالريفيجن، الريفيجن اوف لونج ستيم از فيري 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 هارد ريفيجن. لما يكون الستيم صغير تقدر تعمل الاستيوتومي اوف ذا فيمر بشكل سهل، تخرج الستيم بشكل سهل. يعني احنا دائما انا يقول لك دو جود برايمري دونت ويت فور ليت ريفيجن، يعني ان احنا نعمل كويس البرايمري كويس
ما نقولش بنعمل خلاص البريمري نعمله نثبطه كيف ما كان، وبعدين اللي بعدنا ايوه يعمل يحل المشاكل. انا حاسس انه معظم الحالات هذه اصلا لو حصل لهم شيء بيرجع لعندك، وبالاخير انت بتحنف فيها. فكل ما عملت الشغله من الاول بشكل مضبوط وكويسه، good أحسن، أيوه primary is تتفادى good for later. السوليوشن للكومبليكيشن. ايوه طيب في معايا أيضا سؤال، في كم حالة أنت مسوي لها البليت اللونج بليك بعد الشورتنج السيوتومي؟ بس أنا ايوه يعني بعضها البليت يعني باص مثلا بتو كورتيسز بعد الاندو في الفيمورال ستيم، بعضها طويل جدا، ليش يعني ما كان في داعي لها ولا لا؟ شوف، ولا احيانا ليش احتجتها؟ احتجناها، يكون sometimes يكون في كراكينج مثلا، تتوقع كراكينج ديورنج هذا، في معي حالات مثلا الكراك كان واصل لتحت شويه، افتهم لك، اي اها فصار ايوه فصار الموضوع هكذا. يعني طولت زيادة يعني، بحيث انه كان يعني ايوه ممكن تو كورتيسز يعني بلو ذا اند اوف ذا فيمورال سيستم، لكن يعني بعضها اطول. تو هذا يعني كورتيسز ثري كورتيسز ايوه يعني اي مسمارين ثلاثه اناف يعني. لا لا مش ايوه مهم، مش انه في مهم مور ذان يا انا فاهم. دكتور، طيب حسب الحاله، اللي كيس سويته باي من كيس يعني، اي كيس باي كيس. طيب الشورتنينج ما حصلش اي سياتيك نيرف انجري لاي حاله من الا في حالات، اللي هي لا مش فورورد؟ الشورتنينج، مش الشورتنينج. شوف، في حالات اللي يحصل احيان، انا ما يعني الشورت السياتيك نيرف اوستيوتومي اكثر ما حصل معي مش بسبب اللينثنينج، حصل معي بسبب الريتراكتورز. الريتراكتورز sometimes يكون في بس شويه يعني ها تنشن، شويه تنشن خاصه لما تعمل باللاترال ابروش، تعمل البوستيريور ريتراكتور. هذا لو نزل شويه بس ايه وضغط على السياتيك نوتش وعمل شويه بريجر، يطلع لك على طول سياتيك نيوروبراكسيا. تمام، فالامور مع انه انت حقك الابروتش دائما دايركت يعني حلو، يعني احنا اللي تعودنا اللي عليه هو اللي هو الدايركت موديفايد، الهاردنج. ايوه موديفايد هاردنج هاردنج اللي هو الانتيريور بارت، لانه نعم. الاوريجينال هاردنج يمشي من وسط العضله او من ما بين الوسط المتوسط والبوستيريور بارت، ويمشي بوستيريورلي، فهذا يعمل ابدكتور لارج. تمام، احنا نعمله انتيريور، ما يلحقش انه يعمل الابدكتور لارج كثير. تمام، ولكن الاكسبوجر ايوه فيه، لانه واحنا ما و... احل فيه مشاكل كثيره، في حالات كان في عندهم كمان حتى بوستيريور، اعمل له اكستنشن شويه واشتغل عليه واعمل فيكسيشن أيوة. واعمل كذا، في حالات عاد، في حالات كثيره. انا بس قلت ما عاد الشيء اتعبكم بالهذا، يلا قدو الوجبه قد هيفي على الشباب، مشت يوم جميل له يعني. ولا في يلا حالات عاد فيري نايس، كثيره ايوه كثيره. فيري نايس طيب انا تيست، و ذا بيست ثينج يو ريكومند انه يعني كل الافيلابيلتي تكون معك موجوده في حاله ايوه الكومبلكس يعني. ايوه ايوه ايتم هذا الهوم مسج، الهوم شكرا، مسج انه انت تكون اكسبيرينس سيرجون، وبنفس الوقت يكون معك ومعك الاشياء كل الافيلابيلتي. الاساسيه. ايوه، على اساس انت صعبت عليك صعبتها، سهلت عليك سهلتها. طيب طبعا اللي يتكلم هنا أكيد أيوه من الزملاء يقول انه تمبليتنج فور اول كيسز، التمبليتنج تقريبا فور اول كيسز قد امبرين ومحطوطه يعني. تمام، انما انا ما عاد الشيش، لانه قد هذا الزملاء قلت لك السيتي سكان نعمله لكل الحالات، ليج لينث ديسكربنسي نعمل لهم سكانوجرام، نعمل الاشياء كلها، بس انا ما عاد حبيت اضيع لكم بالنظري كثير، على اساس انه دخلنا لكم على طول في الكيسز والحلول. السلام عليكم. وعليكم على السلام. سمعتك. معايا سؤال. الدكتور، لحظة يا باسم، الدكتور عبد السلام عبد الله من عدن، المايك مفتوح معه. تفضل الدكتور عبد السلام موجود يا دكتور خالد، دكتور عبد الكريم. يا دكتور عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله ألف مبروك نجاح هذه النشاطات والسمبوزيوم. الله يخليك دكتور، كله بجهود الجميع. ألو، ايوه معك، نسمعك. الله يخليك. Some questions and some comments. تفضل. Thank you for dealing with like these cases. It is very not only complex, it is very complex cases. ايوه والله، لا تشوف العرق اللي نعرقه يا دكتور عبد السلام. الله يخليك.
اقول لك ار يو هاف كونكشن وذ ذا كومبانيز تو ميك كاستم ميد بروستيزس بيكوز ا لا لوت اوف ذيس كيسز نيد سم كاستم ميد لا والله انا شوف نيد سبيسيفيك ديفايس نيد علشان نكون قادين، يعني علشان نكون واضحين، الشركات في اليمن مش يعني ما توافقش على الاشياء ببساطه، فهم لك، الا اذا كانت شركات ضعيفه وما تقدرش تركن عليها ان تكمل معك كويس، لانه في شركات كثيره دخلت وخرجت، لانه عدد الحالات هو الذي يحكم الشركات. الشركات علشان لو عندك عدد محترم من الحالات تقدر تعمل لك يعني، اما اذا كانت افراديه ما المفصل الواحد يكون سو اكسبنسيف وكوستلي على البيشنس ما يقدروش عليه، فبالتالي ما تقدر انت انك تجي تتحكم يمين وشمال، احنا نشتغل بافضل الحاصل، فهم لك يعني something اللي هو مضبوط. available افيلابل، بس حاولنا ان احنا نطور فيه كثير. طبعا لما بدانا من 2004 للان في اشياء كثيره تطورت، في اشياء كثيره وفي اشياء كثيره تراجعت للخلف، تمام، لانه الشغل هذا هو شغل مراكز حكوميه بالغالب، تقدر تجيب الاشياء كلها بحيث انه لو راح لك حاجه او حاجتين اكسبايرد ما يكونش هذاك المشكله الكبيره، عكس القطاع الخاص الحاله الاكسبايرد الامبلانت الاكسبايرد يحسب على الشركه ويحسب على المريض ويحسب على الطبيب ويحسب على كل شيء، فما يكونش التضحيه فيه كثيره من قبل الشركات. والله إن شاء الله بالمستقبل يكون فيه. في عندي يا another رب. comments. I can do it. I can تفضل put دكتور، it تفضل تفضل here. انت تأمر. دكتور عرسان. This to solve this difficult cases, is there more than one brain? I mean, is there a team decision before surgery, meeting with the experts before to أنا do شوف، like أنا this لو قلت difficult لك، لو surgery? قلت لك تقريبا 95% من الحالات The second أشتغل تعاون comment, if معاه. there is time. أوكي Yes. تفضل. Are you hearing تفضل. me about the أيوه، كمل وأنا أجاوب على الكومنتس كلها. okay. The second question, the soft tissue tensioning and the function of the abductors. In some cases, I think very difficult to preserve the length and tension of the abductors in the hip replacements, which is the very important prerequisite to do a joint replacement. In all cases, the abductors is good functioning. Is there videos for patients post-operatively? ايوه، The I third have videos, I have everything. شوف شوف يا question, دكتور. اوكي. the cases of arthritis already. يا. اوكي. انا The cases of هذول. arthral disease, which is يس يس. completely fused. Completely fused. I think might be the hip is painless because completely fused, no any micromotion at this joint. ايوه. Is it indicated to change it to total hip or to leave it طبعا arthral disease طبعا. is stiff enough? الله يا دكتور، شوف نبدا من اخر واحد، من اخر واحد، Thank you. الارثروديسيس. الارثروديسيس هذول يا اما شابات او شباب في مقتبل العمر، الشابه ما تقبلش ان تمشي ب with her hip in arthrodesis، تفهم لك، she want to be a female، تمام، so she want to move her مش الالم فقط هو الاساسي، الكوز الاساسي علشان تعمل توتال هيب. الريستريكشن اوف موفمنتس يعني از فيري 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 امبورتنت، والان صار حتى في الميل، حتى مش الا في الفيميل، حتى في الميل نفسه، الفيميل تقول لك يا دكتور اني اشتي اعيش حياتي كمرأة، بالاخير شيء يعني الانديكيشن موجود، وهذا صار الان يونيفرسالي، ما هو شيء هنا عندنا بس نحن نقوله، هذا صار اللايف ستايل، لازم يرجع اللايف ستايل الى مستوى عالي على اساس شي كان ليف هير لايف. واحد، بالنسبه للشباب نفس الشيء، نفس الشيء يقول لك انا برضو احتاج انه انا اتحرك، اقوم اتحرك، تقول له اشقي على نفسك هكذا، يقول لك لا انا اشتي لايف ستايل، لايف ستايل صار شيء مهم كثير جدا.
هذا واحد. بالنسبة للسؤال انه الفيديوز والهذا، في فيديوز انا بس قلت لك ما حبيتش ادخل الفيديوز والاشياء هذه، لانه المحاضرة قد هي في من شان الملل، بس من شان الناس ما تشعرش بالملل. بس عندي فيديوهات، انا متابع الحالات من سنة 2004 وانا متابع حالات، تمام. يعني حتى انه الدي دي اتش قلت لك في حالات انا اشتغلتهن اصلا وخلعين معي سنة 99، عاد الدي دي اتش ما يشتغلش بصورة كويسة. الشيء الثالث التيم، انه مالتيبل برينز. انا اذا قلت لك most cases I have do it with دكتور انور مغلس، افتهم لك يعني بالغالب احنا الاثنين نتخذ قرار، وممكن اغير قراري باي لحظة اذا شفت حتى المساعد تبعي اللي حضر معي حالات كثيرة يقول لي هذا لو عملنا لها كذا، طبيعي ان التغيير. وقبل بري سيرجري اذا في اي حاجة انا اتواصل احيانا حتى مع الدكتور حازم عبد العظيم، مع اكثر ناس خارج، ايش اعمل لهذه الحالات؟ في حالات تكون احيانا bigger than you، تهم لك لازم تستشير، فيقول لك do it as following ويجيب لك headlines. الهيد لاينز هذا نمشي عليها، وصار الواحد قادر انه يدخل فيها ويطبق اي هيد لاينز. بس بالغالب تقريبا 95% من الحالات I have worked it with my friend دكتور انور مغلس. شكرا شكرا for giving me this chance to الله discuss. يحفظك، اهلا وسهلا. عاد في اسئله ولا شيء؟ ايوه انا معي سؤال. تفضل دكتور. ما دكتور كيف حالك؟ محاضرة الله رائعة يحفظك ويسلمك. وهذا ليس بغريب عليك ما شاء الله. الله يحفظك. سؤالك الثاني، معي سؤالين. أول حاجة، لما كنت تعمل اوستيوتومي في حالة الهيب ديسبليزيا علشان تعمل شورتنينج الراستنج، وقت ما تعمل الفيمورال ستيم بريبريشن، ايش اللي بيعمل لك كنترول للروتيشن؟ This is number one. اوكي اجاوبك عليه وبعدين تسال الثاني ولا تشي تسال الثاني؟ جاوبنا عليه. ايوه اوكي شوف، بالدي دي اتش سيرجري يجي عندك البروكسيمال بارت از سو نارو، والديستال يعني يبدا ينفرق معك اول ما تعمل الاستيوتومي اباوت 4 سنتيمتر 5 سنتيمتر 6 سنتيمتر اند سو، يعني يكون الاستيم تحت، انت قضيت على منطقه الاسمس، بالتالي بدات الامور تنفرق تحت، فانت تختار البروسيسز الذي يتوافق مع الديستال بارت، فهم لك؟ تعمل ريمينج وتعمل بروشينج او راسبينج. اول ما يكون عندك انت بروسيسز قابل للشيء هذا مباشره تختاره، تعمل ابيزيتومي للبروكسيمال بارت، وتمشي البروكسيمال بارت طبعا ما يدخلش فيها المفصل بسهوله، لازم الابيزيتومي، تمام؟ بمعظم الحالات لازم الابيزوتومي، وتوسع البروكسيمال بارت وتعمل الراسبنج اكوردنج تو ذيس. انت طبعا ما تعملش الريدكشن الا بعد ما تكون انت واثق انه ما فيش روتيشن، لانه بيروح معك الانتي فيرجن بيخرب عليك، يا اما ريترو يا اما انتي، يعني بيروح عليك. فبالتالي لازم يكون اول شيء جود، يعني فيت بروستيسز، فاهم لك؟ بعدها انا اوكي. اعمل البليت، اعمل البليت، لانه في حالات، في حاله من الحالات ما عملتش بليت وكنت واثق ومش عارف ايش وكذا وراحت بعدين بروبلم، فاهم لك؟ بالتالي البليت يعمل لي حل وبعدين اشيله باي وقت، يعني ماش عامل لي مشكله. فبالتالي في مكان تحط فيها البليت وتعمل كل شيء وانت مرتاح، بيتر ذان انك تترك المريض لخيارات عقلك انه ممكن يدور الديستال بارت ولا ما يدورش، فهم لك؟ فبالتالي اوكي صلحت الدورة وخلاص. السؤال الثاني، عافية. السؤال الثاني، في حالة الابدكتور هينج وفي معك بلفيك اوبليكوتي تو ذا سيم سايد، وقت ما تعمل بريبريشن للاسيتابيلا، انت بتحكم نفسك بالابدكشن انجل بالسي تي صح ولا لا؟ ايوه بالاكس راي قصدي، انت اوبراتيف سي ار ايوه الابدكشن حق الاستابيلا ستيم. اوكي طيب ايوه اذا عملناها مثلا جود ان اتس بوزيشن 45 50 مور اور ليس، تمام، والبيشنت ستيل هو عنده بالفيك اوبليكوتي تو ذا سيم سايد، تمام، ما بيعملش اوبليكويتي هذا ايرلي ان، يا ايوه
obliquity to the same side. اذا ما تعدلتش الاوبليكويتي زي من الحاله اللي قلت عليها، ما تعدلت الاوبليكويتي الا بعد فتره بوست اوبريتيف. ايش اللي بيحكم لنا احنا انه ما بيحصلش ايرلي امبنجمنت وديسلوكيشن للستيم حقنا؟ شوف، بالحالات هذول اول شيء يعني نتحكم، نتحكم بالابدكتورز وبالجريتر تروكانتر. احيانا نعمل ادفانسمنت للحالات، تفهم لك اشرح للمريض انه احيانا يكون الجهه المؤلمه تكون اطول، لونجر ذان نان بينفول ليمب. بهذه الحاله اكلم المريض انه انت بتقعد لمده قد تطول إلى السنة بدون، والطول عندك لا يزال نفسه. وفي حالات معي كنت أشياء أقدمها ويعني صبروا وتحسنت الأمور بصورة كويسة بعد ما يروح الألم. بعد ما يروح الألم كل شيء يتعدل. طبعا الأمور الديسلوكيشن ريت تقريبا سو رير. الحالات اللي حصلت معي حالات هي حالتين تقريبا يعني بالفترة الأخيرة هذه كلها، كان السبب فيها يعني كان الكوز أصلا أوف ارثرايتس اللي هو بيلفيك فراكشرز، يعني كان في يا انتيريور دكتور، يعني بوستيريور. ايوه، انا فكان ما مش قصدي السؤال هذا. انا بقول سبوز لك انه معانا حاله الامبنجمنت، الان. الامبنجمنت الحالات تتحسن اول ما يتحسنوا. اول ما يتحسنوا ما فيش حاله تحقق ديسلوكيشن، لانه اول ما تعمل جود تنشن وتوزن البروسيس بصوره كويسه الديسلوكيشن ريت يعني سو رير، يعني ما هو مش هذاك الكثير. فهم لا لك، طيب، لقد حصلت طيب اصلا معي. اوكي، تمام، سبوز انه انما في بالفعل ايوه ان سبوز في انه في بالفك بلفيك اوبليكويتي تو ذا سيم سايد، وانت عملت الانجل حق الابدكشن انجل اوف ذا استابلم مثلا 40 ديجري، اوكي، لكن هي ايوه بالاورينتيشن بلس ذا اوبليكويتي اوف ذا هيد اوف ذا بلفيس حتبان انها مور هوريزونتال. ايوه 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 هذا نعم شوف الحاله الاخيره، هذا حق البنت اللي قلت لك بريس فيت، هي كذا هي كذا. في حالات منهم هذول، في حالات منهم هذول نعمل لهم احيان نغطي حتى الهب شويه، لانه شوف الانجل كل ما كانت less than 45 يكون عندنا الوضع ستيبل اكثر، اكثر من Yes. انك تعمل فالجاس. اذا عملت فالجاس زياده هنا المشكله. افتهم لك، Yeah. طيب هنا العكس، المشكله. إذا كان في معك abduction contraction أو الدكشن abduction contraction abduction contraction ايوه زي abduction contraction كان بالفك obliquity to the other side to the healthy side، ايوه كيف انت لما بتعمل اورينتيشن حقك الاستابلم حتضطر انك تعمله مور هوريزونتال، صح؟ تعمله مور هوريزونتال وبعدين هل بتعمل انت كده؟ هل في موديفيكيشن انت بتعملها تشينج في الاستابلم اكوردنج للبلفيك اوبليكويتي، ولا بتحط الستاندرد وبتعتمد انه بيحصل كوركشن اوف اوبليكويتي بوست اوبريتيف؟ بالستاندرد وكبر الهيد بس. تهم لك، يا شوف الهيد الان ما قدرش اعمل مثلا بالحالات هذه اللي تقول عليها، مثلا هيد كنا نستخدم زمان هيد حتى ابو 22، بالحالات اللي هي الاستابلم يكون صغير ما يقبلش الا 22، او اذا طلع فوق 48 السايز 28. الان الحالات هذه نستخدم لها بالغالب هيد كبيره. الهيد الكبيره طبعا تحافظ عليه لحد ما ان تحصل على الايكواليزيشن في البوت سايت وتمشي الامور بشكل كويس. أهلاً، أوكي، بس شكراً. دائما ما احبش احطه ابدا فوق ال 45 حتى في هذه الحالات اللي تقول عليها، علشان انه يبان. أوكي، ثانك يو سير. والامبنجمنت احيان شوف لما تعمل الكات اوف تروكانتر انت تغيره هذاك الوقت، انت تشوف الوضع قدامك تغيره شويه انتيريور والا شويه بوستيريور، بحيث انه يبعد تماما عن الكب، عن الايدج اوف ذا كب، تمام، وعن اسمه الروف اوف ذا استابلم. تقدر تتحكم فيه هذاك الوقت، تعمل موديفيكيشن بس حاجه بسيطه، يعني هذا من الاكسبيرينس تبعك داخل السيرجري يعني نفسها. هذا كله يخدمك الى حين التعافي. بس بالغالب انت ما انت ذا الحين تهم الايرلي ديسلوكيشن، احنا نهم اللونجيفيتي اوف ذا كب. تهم لك، والتحسن اللايف ستايل اوف ذا بيشنت بعد السيرجري. فهذا نحصل عليه، قلت لك انك تعمل الجود
سيرجري، وبعدين تعمل موديفيكيشن بسيطه اللي تمشيك الفتره الاولى، اما الفتره الاخيره كله يعتمد على الاوفسيتس والاشياء هذه. اوكي شكرا ثانك يو. شكرا دكتور عبد الكريم على المحاضرة يا دكتور أكثر من خالد رائعة. لو سمحت ممكن إضافة تعليق؟ تفضل يا دكتور أنور. أنور تفضل. ممكن بالنسبة تفضل. شكرا جزيلا، المحاضرة قيمة جدا، شكرا كثيرا الدكتور عبد الكريم. أنا ما عنديش أسئلة، لأنه حتى لو سئلته وقال غلط نقول له صح، ما في مشكلة. لا لا، شو أقول لك؟ غلط غلط غلط. أنتوا يا شباب. انا بس عندي السؤال، الدكتور خالد قال ليش نعملوا البليت الطويل؟ طبعا الان لما تشوف المحاضرات كلهم حق البريبروستيتيك فراكشر ولا تعمل الاستيوتومي يعملوا لهم لونج. الان معظم المحاضرات لما تشوفها حق الفراكشر ولا الريفيجن يعملوا لهم لونج بشكل عام، او معانا الان حتى بشكل عام متوفر بشكل عام عندنا حق الفيمر كل الحلول، معانا الكيبلز، معانا البليت اللي هو مع الهولس وتدخل عليها الرباط هذا تربطه زي السيركولوجي خاص، حتى ما عاد يعملوش السكروز. مع لكن الان الكيبلز شفت هذا. انا كثير من ايوه مع الكيبلز، لكن نعم. شفت الان محاضرات كثيره يعملوا اللونج، يقول لك عشان ترانسفير اللود ايضا حتى على البروستيزيس نفسه. لفترة الكومنت لفترة. الثاني ايوه الفتاة، الكومنت الثاني للدكتور عبد السلام، نحييه اول حاجه على مشاركته. الحاجه الثانيه اقول هو قال ليش بعد الارتروديزيس؟ طبعا الارتروديزيس الان بشكل عام ما عاد يعملوش الا للضروره، لكن بعد ما وصل يعني البروستيزيس اللي هو حق اليانج اللي يسموه اليانج السيراميك هذا اللي تعرفوه، هم الانديكيشن بعض الاحيان يكون خاصه من الفيميل سايد يكون الكونتراكت شويه الدكشان، وفي علشان السكشوال حتى انتركورس هذا عندهم كثير جدا النساء اللي ونحن خاصه قدمنا له اللايف الفيميل ستايل، اللايف ستايل هو اللايف ستايل، بس هذا. انا اوضح لهم السكشوال انتركورس. الحاجه الثانيه دي الريكومنديشن ايضا للشباب بشكل عام بعد البروستيزيس السكشوال انتركورس، لانه بعضها يقول لك المريض يسال يقول لك يا دكتور متى ممكن اجامع المراه؟ كيف ممكن؟ هذه برضو من الحاجات اللي هي مهمه للريكومنديشن بعد البروستيزيس. هذا بالنسبه للدكتور عبد الكريم. الدكتور سعيد با مشموس لما اتكلم على البري بروستيتيك فراكشر، البري بروستيتيك فراكشر لما اتكلم عليه ما تحددوش انه بال 5 مللي ولا 5 سنتي، هو اراوند كله سواء بالاستابولام سواء بالفيمورال سايد. فالتقسيم اللي هو حق فانكوفر هو اللي معتمد، لانه يعني مطروح على اللوكيشن وعلى الاستابيليتي. الحاجه الثانيه ما تعتمدش ايضا على الاكس راي، حتى لما تكون على الاكس راي لما تيجي دحين تدخل بالعمليه تتغير الوضع حقك، ممكن انت تقول بدل ما تشيك اول حاجه على الاستابيليتي حق الستيم نفسه. هذا الحاجه الثانيه حق الاستابولام ما فيش حاجه عندنا متوفره، يعني الان ننتظر مثلا بعد الكومبلكس برايمري اللي شفناها مثلا نقول لها يعني نقص كثير حاجة بالنسبة لنا. احنا نستخدم الآن الجرافت والسكرو ولا الفايبر ميش ونغطي ونقدر نبسط الحلول، لكن في أيضا بيجي لك بعدين في بيلفيك ديسكونتينيوتي مثلا هكذا، في سبيشال انسترومنت خاصة زي الجومبو زي الاوبلوج زي الحاجات كثيرة موجودة فيها. زي الشنايدر، زي ايوه هذه الحاجات الدكاترة اللي هي عادها مش متوفرة كثيرا اعتقد عندنا في اليمن، في وهذه منها، من في منها الاساسيات. متوفرة يا دكتور أنوار. احنا اشتغلنا بالمش، اشتغلنا بالمش من 2007، اشتغلنا مش واشتغلنا بالنسبة للدبل كاب. الآن تقريبا متوفر تمام. انت والكيج انتي بريتريزيو موجود برضو في، يعني في مقاسات. المشكلة أنت أحيانا لما تجي تعمل الأشياء هذه تشتري مقاسات، وهذه كلها فلوس، كلها فلوس. ايوه إحنا انا قصدي هذا. البريد يا دوب يوصل إلى مرحلة إنه يا إما تأمين، يكون مريض تأمين، أو إنك أنت تحاول إنك تساعده قدر الإمكان. يعني هذه المشكلة معضلة. يعني الحين الطب يتطور لما يكون في تأمين، التأمين الطبي، التأمين الصحي هو حاجة مهمة كثير لهذه الأشياء، الانسترومنتيشن، لأنه الحاجات غالية كثير. تذكر أنت يا أنوار بس الاستيم البسيط هذاك الصغير أبو ستة اللي كان كورايل لما شفناه في ميونخ في ألمانيا، كم قيمته؟ 6000 دولار. ايوه أهم لك 6000 دولار يعني قيمته هناك. يعني ونحن هنا الشركة قد ترسم على نفسها وتجيبه بسعر يشابه السعر الثاني، فصعب إنك تجلس تحكم على الشركات تقول لها اخسري اخسري من شان مثلا نساعد. صعب. ما هذا مسألة تأمين ومسألة دولة. أكيد هذا أكيد الأمور هذه بس تتطور للأمام. بس باقي معي إن كومنت شاء الله للدكتور يا رب. سعيد. الدكتور سعيد عاد باقي الكلاسيفيكيشن في يسموها يونيفايد، يسموها يونيفايد كلاسيفيكيشن سيستم، أخذوا حق البروستيزس بشكل عام بدأوا من الشولدر إلى الإلبو إلى الهيب إلى الني إلى الأنكل.
هذه غيروا فيها شويه، عملوا موديفيكيشن مع الفانكوفر، اخذوا فيها اللوكيشن والامبلمنت ستابيليتي. الدكتور هشام بالنسبه شكرا جزيلا على المحاضره، كان بس فقط على الانترنس. الانترنس مش يكون في سنترال، انت ضروري تدخل يعني مش اكسنتريك، تدخل ضروري سنترال، لكن الدخول يكون حقا معظمه زي ما قلنا هو يكون بس تيريور اكثر ما هو يكون انتريور، على اساس ما يحصل اي ريمينج للكورتكس. الحاجه الثانيه حق البريس فيت، بالنسبه اذا هو بريس فيت خلاص بريس posterior فيت and ممكن valgus تتعمل الدفع. posterior and valgus ايوه عند فالجاس، أيوة. ايوه بالنسبه للبريس فيت، بريس فيت يعني انت تاخذ السايز وتاخذ على البريس فيت، لكن اذا قال لاين تو لاين مع مايكرو ماشين شويه احيانا نعمل له تو سكروز او الثري سكروز اللي نقدر عليهم عشان التثبيت حقهم. وشكرا. شكرا شكرا جزيلا شكرا للجميع، شكرا للدكتور عبد الكريم على إدارته للكورس حق الهب سمبوزيوم كامل. الحمد لله يعني كان رائع جدا. والآن معنا الكورس الجاي بيعده الدكتور عبد السلام، مشكورا، وإن شاء الله بإذن الله نشوف يعني التوزيع والمحاضرات قريبا إن شاء الله. وأوقاته يعني بإذن الله. وأكد على أستاذ الزملاء الكوفي، أن محاضرات الدكتور جون يعني يكونوا حاضرين، لأنه بعض يا الأحيان دكتور كذا خالد، أو يكون ما مش موجود. ها تفضل. السلام عليكم. شكرا للجميع، المحاضرات رائعة دكتور عبد الرجل ومناقشة تفضل. مفيدة دكتور. أيوة، بالنسبة أنا أقصد على المحاضرات هذا الكورس، ما دام أخصص سنة خامسة دول مقبلين على الامتحان، أنا رأني أتأخر البرنامج أو أنه يعفو من حضور المشاركة لأنهم يكونوا مشغولين بالمذاكرة، فأنا أخذ عادي المقترح أنه عادي، هذول يعفو من سنة خامسة. قصدك الريتن ولا الأورال ولا الكل؟ الروتين والاورال، انه يتفرغوا للمذاكره احسن. عادي، هو بعض الأحيان تعرف الشيء يا دكتور عبد الرجيم، هو بعض الأحيان الدكتور جون بيدي ريفيو كورس وهو لهم، فإذا لا عند المجال أحسن يا كلام صحيح. اوكي يعني إذا بيريفيو كورس وعايز يستفيد عادي يحضر، يعني كلام عادي ممكن صحيح. نخليه اختياري لكن إلزامي للسنوات الثانية. تمام. اي بالضبط. شكرا جزيلا للجميع. الله يحفظك. شكرا جزيلا للجميع. يلا في أمان عبد الكريم، في أمان الله، في عبد السلام. ها، المهم ان شاء الله يكون كورس الهب هذا استفادوا منه الزملاء، وكان موفق ان شاء الله. بنلتقي بكورس التروما ان شاء الله، نشوف بننسق احنا والدكتور عبد الله اسمه عبد السلام، ومشينا الامور بصوره كويسه ان شاء الله، وتكون المشاركات يعني كويسه، ونشوف كيف نرتب ان شاء الله. الى اللقاء، قم إن عن شاء الله. بركه، واحضرونا على اي اطاله ولا على اي شيء. شكرا ربنا جزيلا، مبارك، شكرا لكم، أتفضل. خميس مبارك على ربنا، الجميع. خميس مبارك، يلا وعليك يا نواف، حياتي. عليك يا نواف، خميس بخير إن مبارك، شاء الله، وعيد على مبارك، خير، وعيد مبارك للجميع. تحياتي، الله يحفظكم. ما شاء الله.